صباح الخير لكم مشاهدينا، بداية أسبوع موفقة بتمنيها للجميع، على أمل تكون حاملة مع كل الفرح، الأمل، السعادة والتفاؤل. دايما بأسبوع جديد بنجرب نبني لأمال جديدة، بنجرب نطلع لوضع أفضل ولمستقبل أفضل. دايما بنشوف الأمور من منظار مختلف، ولكن بدي استشهد هون بقول لأفلاطون بيقول: ما تمشي وراي لأنه بكل بساطة يمكن ما أعرف الطريق، وما تمشي قدامي لأنه أنا ما رح أتبعك، ولكن مشي لجنبي لأنه يمكن نكون بيوم من الايام اصدقاء. فحتى نقدر نكفي الطريق سوا نحن وياكم مشاهدينا برحله يمكن حامله بطياتها كثير من المواضيع المهمه والمفيده، لازم كلنا نكون على تساوي، ان كان بالافكار، ان كان بالمعامله، ان كان بالتطلعات، حتى نقدر نشوف الامور بطريقه مفيده اكثر. صباح الخير جو. صباح نور بيا، كيفك؟ منيحه تمام؟ الحمد لله. كيف كان الويك اند؟ بجنن. وهلا بدايه ان شاء الله تكون موفقه لك ولكل المشاهدين اللي بدوري ايضا بصبحهم بالخير لليوم مع بدايه الاسبوع. نحن وياكم على الموعد دائما من 9 إلى 11:30، مواضيع متعدده ثقافيه فنيه اجتماعيه، جوله على ابرز الاحداث المتنوعه الموجوده على الساحه اللبنانيه. لليوم الاجنده رح تكون منوعه وغنيه. بضمن فقراتنا لليوم بنستضيف بحواراتنا ابراهيم فقيه وحسين عيسى. مع ابراهيم وحسين رح نتعرف على ابلكيشن جديده، خلينا نقول يعني بين عالم التواصل وعالم الطب تحديدا. هذه الابلكيشن بتحمل عنوان تراك ام دي، لنحكي فيها اكثر عن كيف فينا نتواصل مع مجموعه من الأطباء لحتى نكون بعناية طبية عبر الأبليكيشن. أيضا من عالم الأبليكيشنز إلى عالم المسرح لليوم، مسرحية جديدة بتحمل عنوان مسرحية بهيدي اللحظة بالذات. هيدي المسرحية لدكتور فؤاد ديراني والكاتبة منى مرعي. كل التفاصيل ضمن حواراتنا أيضا حول المسرحية، شخصياتها وكل تفاصيلها. أيضا من ضمن الإصدارات الجديدة وفعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، نحن وياكم رح نضوي على إصدار هيدي المرة، اسمحوا لي أقول إنه إصدار مش عادي، لأنه الشخصية اللي بتناولها هي شخصية رمزية، شخصية علمت بتاريخ العالم العربي، وخليني أقول بتاريخ القضية الفلسطينية بشكل خاص. رح نحكي أكثر عن إصدار بيحمل عنوان ذكريات المطران كبوجي للكاتب والباحث الصحفي الأستاذ سركيس أبو زيد. أيضا ضمن فقراتنا لليوم نحن وياكم رح نروح إلى عالم الميلاد المجيد ومختلف النشاطات اللي عم بتصير لهيدي المناسبة. بترونيكات من الفعاليات الأساسية اللي أخذت طريقة واللي علمت على الساحة اللبنانية. طبعا بترونيات بتحتفل بالمعرض الميلادي السنوي، تفاصيل أكثر مع رئيس جمعية بترونيات أستاذ سجيع لحود وكوزات هاشم من منظمي بترونيات. هذه هي مواضيعنا لليوم، مجموعة من اللقاءات الحوارية بتتابعوها تباعا ضمن فقراتنا. أيضا مثل ما تعودتوا دايما مجموعة من الفقرات الخاصة بالبرنامج، أكن سارة كيروز بتنضم لنا لنحكي أكثر عن الموضة، ومجموعة من أيضا الفقرات الثابتة من تقارير وغيرها. أما البداية بتكون مع التحكم المروري لليوم لنعرف أحوال الطرقات اللبنانية. أستاذ أمين عبد العال صباح الخير. أستاذ أمين صباح الخير. صباح الخير. ألو. ألو صباح الخير. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. بنبدأ بالمدخل الشمالي مثل العادي، عم نشوف حركة سير ناشطة من نهر الكلب باتجاه رويال الدبي، بتبلش من آخر دبي حركة سير كثيفة، مرورا بأنت الياس أيضا حركة سير كثيفة، طريق البحرية كالمعتاد حركة كثيفة جدا، أنت الياس الساحة حركة سير كثيفة جدا باتجاه الأوتوستراد، بتكفي لنهر الموت حركة الأوتوستراد عم نشوفها كثيفة أيضا، بنزل من المتن السريع حركة سير كثيفة، بتكفي حركة سير ناشطة من الدورة باتجاه كارانتينا حتى شهر الحلو، بترجع بتصير كثيفة من بعد تمثال المغترب باتجاه الصيفي، بتكفي ناشطة إلى كثيفة على المدخل الوسط التجاري، والفرس من الفيل عم نشوف حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه الصالومة، نشوفها كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك، عم نشوف حركة سير من الحايك طبيعية باتجاه جسر الواطي، أيضا طبيعية من الحايك باتجاه المكلس والحبتور، عم نشوفها من المكلس باتجاه الحايك حركة كثيفة. بالنسبة للمدخل الجنوبي عم نشوف حركة سير كثيفة على المدينة الرياضية باتجاه الكولا وجسر الكولا، أيضا منشوفها بتكفي الحركة كثيفة أيضا من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة ومن جسر الكولا باتجاه ساقب سنين حتى نفق سليم سنين، ترجع بتصير ناشطة باتجاه الوسط التجاري. من المدخل الشرقي عم نشوف حركة
بتصير ناشطة من اليرزي باتجاه الصياد، بتكفي ناشطة أيضا من الصياد باتجاه الكارنتينا مرورا باتصال الرئيس لحود، جسر البيجو باتجاه الأشرفية عم شوف حركة سير طبيعية، بس العدلية باتجاه الأشرفية عم شوف حركة عم بتبلش تصير كثيفة، من العدلية باتجاه المتحف عم نشوف حركة سير طبيعية، بتكفي أيضا باتجاه البربير أيضا حركة سير طبيعية، من جادة عمر بيهم أصقص باتجاه بشارة الخوري عم نشوف حركة سير كثيفة، من حكمة أشرفية عم نشوف حركة سير ناشطة باتجاه السوفيل حتى تباريز برج الغزال، بتكفي حركة سير طبيعية باتجاه برج المر على مدخل الحمراء عم نشوف حركة سير طبيعية أيضا، كورنيش البحري عين المريسة عم نشوف حركة طبيعية بالاتجاهين وأيضا باتجاه الحمراء عم نشوف حركة طبيعية جدا. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. أما بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى الأمن الداخلي بال 24 ساعة الماضية 1250 محضر، بالنسبة لإحصاءات الحوادث سجل عنا 13 حادث نتج عنهم 18 جريح كفانا. بقى بنرجع بنذكر التواصل بغرفة التحكم المروري، اتصال على 1720، ومتابعتنا على السوشيال ميديا تويتر @TMC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. هيدا نعم. كل شيء. شكرا لكم دائما بغرفة التحكم المروري على كل المعلومات اللي فعلا بتعطونا اياها بصبحيتنا يوميا. استاذ امين عبد العال بتشرفنا دائما بصبحيتنا، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا عم نتابع بفقراتنا قبل ما ننتقل الى اولى لقاءاتنا الحواريه، وقفه مع مجموعه من التمارين الرياضيه ودوري وجريس. عن جديد مشاهدينا بصبحكم بالخير لليوم، وين ما كنتوا عم تتابعونا مستمرين بمجموعه فقرات ومجموعه لقاءات حواريه مبتديه لليوم ضمن عالم الاصدارات الجديده واصدار. نتعرف على تفاصيله مع الكاتب والباحث والصحفي استاذ سركيس ابو زيد. استاذ سركيس صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك على تلفزيون لبنان. اهلا وسهلا. مبروك الاصدار، المطران كبوجي الاشهر ان يعرف اللي خلينا نقول ارشفت ذكرياته، حضرتك مع زميلك انطوان فرانسيس. خبرني ليش هلا؟ هلا هو اصلا المقابلات ليش الاصدار هلا؟ يعني ليش تم الاصدار هلا؟ هي صعبت لانه في كثير عم بيحاولوا يربطوها مع تطور الاحداث الان تماما، خاصه انه هلا موضوع القدس يعني اخذ ضجه كثير كبيره. بس انه هو عمليا الكتاب هو كنايه عن مجموعه مقابلات عملت مع المطران كمبوجي سنة 79. نعم. عملتها أنا وزميلي وصديق عمري أنطوان توني فرانسيس يعني بروما وقت اللي كان موجود المطران بمنفاه القصري. بقى هذه المذكرات أو الذكريات تسجلت بهيك الفترة. نعم. ولي ظروف معينة لأنه بتعرف كان المطران يعني تحت سلطة الفاتيكان وما كانوا يسمحوا له أنه يحكي بعض الأمور عن سجنه بشكل خاص، منع من التصريح لفترة طويلة. لا طبعا يعني خاصة ما له علاقة بالسجن. يعني كان من ضمن الترتيبات اللي صارت لسبب هو بعد ما نحن سجلناها معه وهيئناها طلب انه ما تنشر بالوقت الحالي، ولكن بعد وفاته يعني تقريبا رح يصير له سنة تقريبا حبينا انه نرجع ننشرها من باب تكريم له، من باب انه الناس تتعرف عليه. صحيح. من باب انه تقيم هالتجربة الكبيرة اللي قام فيها المطران كبوجي بحياته. لهالسبب انه نحن حضرناها حتى تكون نوع من تكريم بمناسبة ذكرى مرور سنة لوفاته. الظروف اليوم واجا يعني معرض الكتاب، حبينا انه هذه تكون مناسبة انه واحد يطلق الكتاب بالمعرض. نعم. واجت الاحداث. بس حتى بهذا الموضوع يعني بدي اقول شغلة، انه هلأ صابت انه ترامب عمل هيك تصريح وطلع كل هذا المخزون الرافض عند بس انه موضوع القدس وموضوع فلسطين هو موضوع مستمر، موضوع مش اول مره يعني مش اول مره يعني هو الثبات العربي الطويل خلينا هالمره نشعر انه والله مثل كانه هيك في انتفاضه او في نقزه او في يعني إعادة الروح. يعني بدي احكي عن هيك اكثر، ولكن خليني اروح للكتاب لو سمحت. عرفته للمطران كبوجي شخصيا، قعدت بجلسات طويله معه. خبرنا عن شخصيته، يعني نحن بنقرا عن المطران كبوجي، بنقرا عن الثوره اللي موجوده فيه،
والثورة ما أنا بعيدة أبدا عن الجسم الكنسي. خليني أقول يعني اليوم المسيح هو ثائر، سيد المسيح هو ثائر بحد ذاته، ثار على كتير من الأشياء اللي فيها ظلم، الأشياء اللي فيها تعدي. المطران كابوجي كان عنده هذه الثورة الموجودة بشخصيته، يا ريت تخبرنا عنه أكثر. طبعا بدي بس أكد أنه يعني ربطتني فيه هيك شيئة الصدف، أنه تربطني فيه علاقة شخصية طويلة، ودائما كنت يعني بلقاءات مستمرة معه، خاصة أنه هو وقت اللي نفى بس لهيك لفت النظر انه هو كان عايش بدير لرهبات الصليب، رهبني لبنانية معروفة وكذا، وكانت بصابي انه يعني عند عمتي كانت هي رئيس الدير لهالسبب. كل ما روح على روما كنت التقى فيه وشوفه، كان يجي لعندي على فرنسا، يعني كان في علاقة كتير عائلية بهذا الجانب. لهالسبب طبعا هو بشخصيته بتحس انه في كتير من البساطة والعفوية والصدق والروح الرهبانية، خاصة انه هو يعني اللي ما بيعرف انه هو جاي من مدرسة رهبانية اكثر ما الكاهن العادي الكذا، يعني في هيك تصوف او في تنسك بداخله في عمق روحي مشبع باللاهوت المسيحي وبالفكر المسيحي المشرقي المتجذر. اي رهبني تحديدا؟ هو كان بسيل وبعدين انتقل، يعني بعدين صار كاهن و هلا هو اصلا كمان هو حلبي، بس ولكن درس بقسم كبير من بلبنان، يعني عاش فترة طويلة بلبنان ولكن هو أصله من حلب، وبعدين يعني قضى قسم كبير من حياته بفلسطين. إذا في جانب أقرب إلى الناسك، أقرب إلى الحياة الروحية الداخلية بشخصيته، وهذا خليه يكون عنده روح من البساطة، من التعاون، من المحبة، من العطاء. ولكن بنفس الوقت أنه هو صابت أنه وقت اللي كان بفلسطين حصلت أحداث 67، يعني الاجتياح الإسرائيلي ودخول إلى القدس والتنكيل والكذا، يعني حتى هو بروي بالكتاب أنه كيف يعني اضطر أنه أكثر من 400 جثة كانت موجودة بالأرض، كان هو شالها وقبرها يعني وقام بمراسيم الدفن وكذا. يعني هذا الحادث بالذات خليه يروح إلى الثورة، إلى التمرد، إلى التغيير، ويمكن هو هذا عمل التحول بطبيعة شخصيته يلي بطبيعتها مسلمة. ولكن مثل ما ذكرته هو أصلا كان دايما يقوله أنه المسيح هو السائر الأول وهو الفدائي الأول، لأنه كمان المسيح رغم أكيد كل دعوته إلى المحبة، ولكن وقت اللي كان شاف شواذ بالهيكل اضطر أنه يشيل الكرباج ويستعمله، وهذا بعتقد اللي عمله المطران. وكان دايما يقوله أنه وقت اللي بيكون في عندك عدوان، عندك احتلال، عندك ظلم، لابد ما انك تسور عليه، لابد ما انك تتمرد عليه. وفعلا هو يعني كان من اللي شاركوا بشكل فعلي بتنظيم المقاومه بالقدس، يعني عمل خلايا مقاومه ونقل سلاح واعتقل، لانه لا يستاح بقلب سيارته كان عم ينقل سلاح لحتى يمارس المقاومه، لفعل المقاومه. نعم. يعني انه هو مرسى بالفعل مش بس بالحكي، بالنتيجه دفع ثمنها. نعم. استاذ سركيس، سالته شي مره عن الفصل بين الدين والحياه السياسيه، يعني قلت له شي مره انت كرجل دين، كمطران، كراعي ابرشيه، ليش بدك تفوت بالشؤون السياسيه، بالشؤون الحياتيه اكثر؟ سالته هذا السؤال شي مره؟ ايه طبعا، كان هو له راي واضح وصريح فيه، انه هو يعني ما كان يعتبر انه هذا شيء سياسي كمان، لانه هو بيعتبر القضيه الفلسطينيه هي قضيه انسانيه بالدرجه الاولى. نعم. انه في ظلم، في قهر، في انك تشيل شعب من ارضه، في انك تحتله، انك كذا، ما كان هو شايفها من هذه الزاويه السياسيه اللي كل واحد منا بيحاول انه يحللها او يشوف موازين القوى، لا. نعم. كان شايف فيها ماساه انسانيه، ولان ماساه انسانيه هو كرجل دين شارك بهيدي المقاومة وبهذا التمرد وبهذا الرفض، لأنه شايف أنه مطرح ما في ظلم مش ممكن أن يكون في محبة، ولا ممكن يكون في عطاء. صحيح. ولا ممكن يكون في رسالة للمسيح. صحيح. أستاذ سركيس، بدي بلش بمرحلة السجن تحديدا، تنقل مطران كابوجي بأكثر من سجن خلال فترة. طبعا. خبرنا يعني كيف تم السجن، شو الأسباب المعلنة، شو الأسباب الغير معلنة اللي من أجلها تم السجن، كيف صارت خبرية السجن؟ لا، عمليا فعليا سجن هو بال 74، لانه حصل خلل بنقل بالاسلحه اللي كانت موجوده بالسياره اللي كان يتنقل فيها من لبنان بس الى فلسطين. كان عينه عليه من قبل، يعني قبل، لا كانوا عم يرصدوه، كانوا عم يرصدوه، بس ولكن ما كان عندهم مماسك ملموسه عليه. بخلل بهذا الموضوع قدروا انه
يمسكوا موضوع معين عليه ويكمشوه ويحكموه بسنة الأهل 74 لسبب طبعا هو بيروي كمان بالكتاب كل العذابات اللي صارت، كل الاضطهاد اللي كان يمارسوا على السجان، الإهانة، الضرب أحيانا، وهو قام بأكثر من من أضرام عن الطعام، وفي مرات كان يوصل إلى أنه تصير حياته مهددة بالخطر. نعم. يعني حاولوا هن يمارسوا عليه كل الضغوط، بس ولكن ربطا بسؤالك الأولاني، بسبب هذا الإيمان الروحي الداخلي قدر يصمد وقدر يتغلب على كل الاضطهادات اللي كان يمارسه السجان ضده. وكمان حتى هو بذكره أنه كان يعني عنده نوع من فصل، يقدر يعمل نوع من تمييز ما بين هذا العمق الروحاني الداخلي اللي كان يصمد فيه والجو اللي فصل كان بين الجسد والروح. يعني بيقوله يعني حتى حرفيا بيقوله انه بالعكس كان السجين كان هو السجين، بينما هو كانت تروح وتطلع من السجن وتروح تبرم على حلب، على المدن الفلسطينية، على لبنان، تروح تزور امه، رفقاته، اصدقائه، رعيته. يعني كان عنده هيدي القدرة الروحية يلي عطيته مناعة وقوة حتى يقدر يواجه ظلم السجنين. شو اسوأ لحظات الظلم ضمن السجن حسب مراويلكم المطران؟ يعني وين كان التعذيب الجسدي، التعذيب النفسي، الإهانات، تمزيق لباسه الكهنوتي للمطران، وين كان الأسوأ بالنسبة له؟ طبعا ليك، بس هو أكثر شغله كنت أثر فيه هو حنينه ومحبته إنه يشوف أمه. يعني هذا الحنين العاطفي اللي كانت موجودة فيه كان دائما ترافقه وكان تترك له نوع من حرقه. بس ولكن هو يعني مثل ما كان هن يمارسوا عليه هذه الأساليب للإزلال والاضطهاد وتحقير يعني اللباس او ان كان بالكلام او ان كان بالضرب او كل هذه الامور، بس ولكن كان هو عنده دائما الشجاعه والقدره الروحيه انه يواجهها وما انه يستسلم له، ما يضعف امامه. هل تم اغراءه بالسجن؟ يعني اعطوه اغراءات للافراج عنه؟ طلب طبعا منه حاولوا كثير من خلال الضغط عليه انه هو يستنكر او انه ينكر هالاشياء اللي عملها او انه ياخذ مواقف ضد هالمبادئ اللي هو ناضل من اجلها. نعم. بس ولكن كان هو صلب وثابت وكان دائما مواقفه فيها تحدي، وكان دائما يلجا هو الى الاضراب عن الطعام مشان دائما حتى يحرك هذا الموضوع. يعني حتى صحيح. هو بالسجن يذكر الناس كان هو دائما حامل قضيته ويدافع عنها. وكان عنده كثير رسائل كان يبعثها من السجن يهربها مشان حتى يطرح قضيته، مشكلته، قضية شعبه، القضية الفلسطينية. وكانت الصحافة اللبنانية تهتم فيها مناصر قضيته يعني وحتى هون يعني كان في يعني شغل يعني بس تذكر يعني انه كان يبعث كتير رسائل وينشر له اياها الاستاذ رفيق شليلة مثلا بالنهار عبر النهار. صحيح، عبر النهار كان نشر. يعني استاذ رفيق السنه الماضيه عند وفاته على صفحته على الفيسبوك استاذ رفيق شليلة عبر عن المسار الطويل اللي كتب من خلاله عن قضيه. وانا واحد من الناس اللي يعني تعرفت على هالرسائل وعلى المطران من خلال الرسائل اللي كانت تنشر. تماما. استاذ سركيس، يعني سنوات طويله حكم فيها المطران كابوجي، ولكنه يعني بتدخل من الفاتيكان خرج من السجن. البعض بيشوف انه هذا التدخل كان ايجابي والبعض بيشوف انه هذا التدخل كان سلبي. يعني اليوم يعني صحيح خرج من السجن ولكن توجه الى الفاتيكان، يعني بطل عم بيمارس دوره اللي كان طبيعي بهذيك الفتره. خبرنا عن هذه النقطه تحديدا. هلا هو انحكم 12 سنة، قضى تقريبا 4-5 سنوات، تقريبا 4 سنين. يعني ولكن شو طبيعي انه ما تنسى انه هو مطران ومطران كاثوليك، يعني هو روم كاثوليك. يعني شو طبيعي انه الفاتيكان يهتم بهذا الموضوع ويعالجه، وخاصة انه كمان قضيته من خلال سجنه، من خلال التعاطف اللي كان يصير انه كمان فيها ضجة وكذا. وبعتقد هذا تأكيد كمان من الفاتيكان انه هو مش ضد لاهوت التحرير اذا بدك. يعني هو كان في مدرسه وحتى هو يعني كان مشبع بهذه الافكار، هو كان يسميها لاهوت المقاومه من كثر ما كان عنده تعلق بارضه، بشعبه، بقضيته، بناسه. بس ولكن هو كمان مطلع على لاهوت التحرير اللي كان موجود بامريكا اللاتينيه واللي كان في كمان بالفاتيكان نوع من تعاطف مع هذه التجارب، انه بالنتيجه المسيح هو او الكنيسه هي كنيسه البشر وليست كنيسه الحجر.
وهو بهالشيء قدم نموذج وتجربه انه بنتيجه المطران بده يكون عم بيعين مع شعبه وبده يكون عم بيتفاعل معهم وبيكون عم بيتحسس مشاكلهم ويكون عم بيعيشهم بالايجابيات والسلبيات. لهالسبب كمان هدي شكل من اشكال يومتها، لانه كمان كان في جو بالفاتيكان تحرري أكثر إذا بدك، ومتعاطف مع هذه القضايا اللي كانت تصير ومع لاهوت التحرير تحديدا. من هون الفاتيكان ما قد يعني سعى أنه يخلص من هذا الموضوع أو يوجد مخرج، أنه كمان حتى إسرائيل بالنسبة لها كان صار يعني بشكل نوع من عبء ثقيل. نعمل ترتيب أنه بيطلع على روما، بيكون هو بالمنفى، ما بيرجع على فلسطين، ما بيتعين مطران بديل عنه بأبرشي بدل يعني. حصل هذا الترتيب، وانا بعتقد انه موقف الفاتيكان كان جيد وايجابي، وبالنتيجه وهو ضل تحت هذه الطاعه الكنسيه، يعني مش انه صحيح عبر عن طاعته الكليه يعني للكنيسة. يعني هو يعني هو مؤمن بالعمق، مش انه يعني بس بالشكل وال من هون انه كان يعني عنده هذه الطاعه والاحترام والتقدير لكل هذه الاعتبارات. نعم بالمنفى اذا بدي اقول يعني يعني التعبير بعتقد كمان بهذا الإطار يعني بيحكي عن معاناة كمان كان عند المطران اللي بحب القدس، بحب فلسطين طبعاً، بحب حلب، بحب لبنان، يعني بحب أرضه، يعني بحب هذا المكان. قديش كان كمان في عذاب لقاله بوجوده بالفاتيكان؟ طبعا ما تنسى أنه كمان واحد يعيش بعيد عن كل هول، وهو شخص مش عادي، مش أنه بيفتش عن السكينة والراحة والحياة العادية، بكل نشاط وديناميكي الموجودة عنده بقدر ما بيحب هذا التحدي والكذا. طبعا هذه كانت تعطيه إلام كتير، بس كمان هو ضل مشاكس، يعني كمان كان يخرق أحيانا، يعني يكون في مناسبات معينة يجرب أنه يخرق هذا الموضوع، أنه زار سوريا، زار حلب، إجا على لبنان، يعني كان يعني شوي أحيانا يستفيد من بعض المناسبات أو من بعض الظروف مشان حتى يكسر هذه الحدية يعني. ومع الوقت يعني كمان حتى الفاتيكان صار يتساهل معه بهذا الموضوع من ضمن قيود ومن ضمن اعتبارات معينة يضل محافظ عليها. نعم لو كان بعده موجود اليوم من خلال معرفتك فيه للمطران كابوجي، طبعا من خلال كل الروايات عن سجنه وعن حياته اللي رواها لحضرتك وطبعا للأستاذ أنطوان فرانسيس، لو كان بعده موجود اليوم وأمام الإعلان الأخير يعني عن السفارة الأمريكية إلى القدس، ويعني بالتالي تبني إعلان القدس كعاصمة لإسرائيل حسب ما بيدعوا، يعني حسب الادعاءات الأمريكية بطبيعة الأحوال، شو كان رح يعمل؟ يعني شو كان موقفه؟ يعني مثل ما بعرف عنه كان ممكن يعلن هيك الصيام أو الانقطاع عن الطعام أو الإضراب أو التظاهر أكيد. يعني هو مش من النوع اللي بيكتفي بالحكي صحيح، أو بيكتفي بمواقف البيانية، دايما عنده فعل، هو بيحاول أنه دايما يكون فعل. يعني حتى وقت اللي زار لبنان، يعني أول شغلي راح في إيرا على الحدود وحمل حجر يعني رمز ثورة الحجارة بفلسطين، ورمى كم حجر يعني رمزيا، بمعنى أنه لازم يكون في فعل، في تحدي، في عمل معين. لهالسبب يعني بغض النظر عن هذه الحادثة أو غيرها، هو طبعا بيكون عنده موقف أكيد جذري بهذا الموضوع، لأنه هو كتير إذا بدك جذري وحاسم بهذه المسائل. بس بفترض بعتقد أنه كان يمكن بينقطع عن الطعام أو بيعلن صيام أو بيعمل أي إضراب أو يعني أي احتجاج، أو هو كمان مبتكر بأشكاله بالنضال وبالتعبير صحيح عن إرائه، وما كان يكتفي بس بالحكي، أكيد كان عمل شيء من هالنوع. نعم قداش ناس بحاجة لقائد بهيدي القضية سيس تركيسين؟ اليوم نحن مطران كابوجي كان من القادة إذا بدك، من محركي الرأي العام بهيدي القضية، بأسلوبه، بطريقته، بشخصيته اللي ما بتشبه حدا، بنمطه المختلف. قداش اليوم نحن بحاجة لشخصية بركي بتشبه المطران كابوجي؟ ليك بهذا الموضوع خليني أقول، بدي جاوبك بطريقة غير مباشرة. يعني انطلاقا من الأحداث اللي صارت، بعتقد انه لازم نشكر يمكن كمان ترامب، اللي لانه اخذ موقف في تحدي تبين انه قديش في مخزون نفسي وايمان عند الشعوب العربيه وبالعالم للمساله الفلسطينيه، لهذا القضيه اللي لها بعد انساني، لها بعد داخلي اكثر ما لها قناعه، انه
هذا الموضوع حرك المخزون الداخلي، حرك الوجدان عند الناس، انه هي قصة وجدان وقصة احاسيس انسانية اكثر ما انها هي حسابات سياسية. في كتير اعتبروا انه هذه القضية انتسيت وما عادت موجودة وما عاد كذا، بينما هلا وقت بتشوف انت حجم المظاهرات اللي عم بتصير بمختلف الاقطار العربية او حتى بالعالم، حجم الانتفاضة اللي عم بتصير بفلسطين والمشاركة والتحدي اللي عم بيصير، ببين انه هيدي هالقضية دشي فاعلي بنفوس الناس، وداش الناس بتعاطف معها بالبعد الإنساني. وهذا دايما كان المطران يحكي فيه ويشدد عليه. هلأ طبعا وقت اللي بيكون في أشخاص بتعبر عن هذه المسائل بتخلي أنه الناس يعني تتعاطف وبتخليها أنها تروح باتجاه لحركة معينة. وبعتقد بهذا المجال يمكن بسوى أنه واحد يلفت النظر يمكن لموقف وزير الخارجية مثلا اللي كان فيه جرأة يعني ومعبر وشكل نوع من تحدي، يعني دولة يعني الأصغر بكل أحوال عطيت الموقف الأكبر. لك هو يعني هذه مفارقة لبنان، يعني أنه كبره وقوته مش بحجمه تماماً. يعني مثلا هون بدي أذكر يمكن البابا اللي بيقول أنه لبنان أنه هو رسالة، بمعنى أنه هو أكبر من حدوده الجغرافية. وبعدين خليني أقول أنه حتى يمكن فعل المقاومة اللي تمارس بلبنان داش بيدل أنه هذا البلد قدم نموذج حجمه أكبر من قدرته. وبعتقد أنه الوزير بيسيل بخطابه بمواقفه قدر أرجي أنه لبنان بمواقفه الشجاعة والجريئة قادر يكون أكبر من الدور السياسي الصغير اللي هو موجود فيه. ولكن طبعا بقدر ما القيادات بتعبر عن هذا المخزون الموجود عند الشعب وعند الجماهير وعند العالم، بقدر ما بتقدر تاخذها باتجاه فعل وتأثير وإدراك معين. وبعتقد أنه يمكن نحن يمكن بلبنان وبالمشرق تحديدا يمكن بحاجة إلى هالنوع من القيادات يلي بتعطي هذا الدور، واللي بتأرجي أنه هيدي المسيحية المشرقية ده شيء متجذرة بأرضها وداش عندها مرتبطة بشعبها وبناسها. لأنه في البعض للأسف أنه بينسوا أنه المسيح أنه ابن هذه الأرض، أنه حتى هو بتذكر شغلي هو قال لي أنه تصور يعني أنه التقى بكاردينال بالفاتيكان بيطلع فيه بيقول له سيدنا أنه أنت مسيحي من أي متى؟ لأنه حتى الغربيين وحتى المسيحيين وحتى الكاردينال بتصور وكأنه كل الشرق لازم يكون مسلم. صحيح. وكأنه هو بقى بيجاوبه المطران قال له يا ابني المسيح من عنا وانت صرت مسيحي انطلاء من قناعتك بابن منطقتنا وبلدنا. صحيح. وشعبنا. بقى كان هو كتير متجذر ومتعلق تعصب لأرضه كمان يعني وهويته بهذا الإطار، وكان يشعر انه داش كمان احيانا حتى الغرب المسيحي انه ينظر المسيحيين والمشرقيين احيانا بدونية مش احيانا هذه النظره. وهو كان دائما يتحداها وكان عنده كثير مواقف تماماً يعني تماماً حتى بالفاتيكان للتعبير عن هذا الموقف. يعني خلينا نقول اصدار نحن بحاجه لقاله لنعرف اكثر عن مطران كابوجي، هذه الشخصيه اللي تركت علامه استفهام واشكاليه بتاريخ القضيه الفلسطينيه واللي بعتقد علمت وتاريخ رح ينصف هذا المطران اكثر واكثر. خلينا نقول انه 11 فصل بهذا الكتاب، 11 فصل متنوعين بين الحياه الداخليه الشخصيه للمطران، يعني مروره بالسجن وتفاصيل عن وجوده بروما. بعتقد انا اكيد انه الكتاب بيستاهل انه نقريه، يعني الاسلوب ايضا اللي صدر فيه الأسلوب اللغوي اللي كمان هو السهل الممتنع مثل ما تعودنا دايما على كتاباتكم اللي في كتير من اللذة والتشويق. أيضا ألف مبروك على الإصدار. شكرا. إلى المزيد أستاذ سركيس، يعني ما تعودنا عليك إلا بإصدارات أيضا عندها كل القيمة وكل الحرفية. شكرا لك أستاذ سركيس أبو زيد الكاتب والصحفي والباحث، شرفتنا. أهلا وسهلا. شكرا لتلفزيون لبنان اللي بتميز هذا عن معاناته وصموده وصبره بأنه بيهتم أكثر من غيره بالجوانب الثقافية يعني بالكتاب. واجب، هذا واجب، وخاصة أنه يعني وقت بيكون في معرض كتاب ولبنان يعني ميزته أنه يكون هو مصدر وهو ينتج الكتاب، مهم أنه يكون الإعلام عم بيواكب كل هذه الإصدارات حتى يضل لبنان يشع بالفكر والمعرفة. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا أستاذ سركيس. شكراً لك. مشاهدينا عم نتابع نحن وياكم مجموعة من اللقاءات أيضا، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. صباح الخير عن جديد لك اللي انضموا لنا بهالوقت متابعين بلقائنا الصباحي، ورح نكون هلا احنا وياكم مع دكتور فؤاد ديراني من جمعيه محاربون من اجل السلام، حتى نحكي عن تعاون صار مع الكاتبه
منى مرعي عن مسرحية بتحمل عنوان بهيدي اللحظة بالذات. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله خير. بالبداية خلينا نبدأ نحن وياك بلمحة تاريخية عن جمعية محاربون من أجل السلام وشو أبرز نشاطاتها. محاربون من أجل السلام جمعية لبنانية تأسست سنة 2012. جمعية كنا الأشخاص المؤسسين لهذه الجمعية كنا بإطار اسمه وحدتنا خلاصنا. هذا الإطار منه جمعية بيمثل أو بيضم ممثلين عن 30 جمعية لبنانية وبيجمع هيئة تنسيق ل 30 جمعية. نعم هيئة تنسيق ل 30 جمعية بيشتغلوا على السلم الأهلي. بيشتغلوا على السلم الأهلي. وقت أحداث طرابلس الجولات اللي صارت بين 2008 واستمرت ل 2014 شعر وحدتنا خلاصنا أنه في قلق أنه من هذه الشرارة اللي عم تبلش بالشمال أنه تمتد وتشمل كل الأراضي اللبنانية. واكتشفنا أنه 5 تقريبا من الأعضاء اللي موجودين بحو وحدتنا خلاصنا من الهيئة الإدارية بيجمع بيناتنا أنه كنا محاربين بأحزاب لبنانية مختلفة. انطرحت فكرة أنه هات لنعمل مؤتمر صحفي نوجهه من مقاتلي الأمس إلى مقاتلي اليوم فحوى أنه لا تكرروا التجربة، أنه نحن جربنا قبلكم وأنه العنف ليس حلاً. ونعمل المؤتمر الصحفي بنقابة الصحافي ببيروت وتفاجأنا بالاهتمام الإعلامي اللي صار فيه وتطورت الفكرة ووصلت لأنه أسسنا جمعية محاربون من أجل السلام. نعم. ومن أبرز مهامكم العمل على الانفتاح ونبذ العنف وتحكيم الأخلاق، من هيك نشاطاتكم عديدة ومتعددة، خبرنا شوي عن هالنشاطات اللي عم بتصير على الأرض. دعوتنا للانفتاح وللأخلاق مزبوط أنه قيم وضرورية ومنؤمن فيها ومندعي لها باستمرار، بس السلام يعني عم بحاول هون اقتبس شيء عن غاندي بيقول أنه أنا ما بحب اللاعنفيين اللي بيتصرفوا مثل الرهبان اللي بيخافوا يكسروا البيض. اللاعنف أنه نحن عم نشتغل لقضية عادلة، قضيتنا العادلة هو حقوق الناس أنه تعيش بكرامة، حقوق الناس أنه يكون في سلم أهلي، أنه مش كل شوية نلجأ لحل خلافاتنا بواسطة العنف. وبالتالي أنه نحن مش بس عم ندعي لقيام، نحن ناس عم نشتغل لقضية، قضيتنا عادلة، والوقت اللي بتكون القضية عادلة ضروري أنه تكون الوسائل أو القهوة اللي عم نشتغل بموجبها تكون أيضا عادلة. نعم، مثل ما ذكرت من شوي مهامكم عديدة، ولكن على الأرض النشاطات كيف عم بتطبقوها حتى تنفذوا السلم الأهلي، حتى يعم السلام بجميع أقطار العالم العربي والعالم، كيف عم تشتغلوا على أي إطار؟ ضمن أي إطار؟ بموضوع السلم الأهلي نحن بنشتغل على الوقاية المسبقة من النزاعات. غالبا نحن العرب والشرقيين بشكل عام بندعي يعني بنحب نتفاجأ. نعم. انه بنحب دائما بتفاجئنا الاشياء. خلينا ناخذ مثال اللي عم بيصير هلا بموضوع القدس، يعني كل التضامن وكل الحب للقدس ولفلسطين وكل التضامن للناس اللي عم يتحركوا من اجل هالموضوع المهم، بس انه فلسطين احتلت 48 والقدس بال 67 والمسجد الاقصى احرق بال 69 والكونغرس الامريكي اعلن ضم القدس بال 94، ف دائما بنتصرف كأنه فوجئنا. بالموضوع السلم الأهلي في شغل أساسي لازم يصير هو الوقاية المسبقة من النزاعات. نحن بنحاول نشتغل على وقاية مسبقة، بنحاول نعمل عند الأجيال الشابة والجديدة أنه التغيير ممكن. نعم. بدليل على كل حال نحن مع الحق وعلى أمل يرجع الحق لأصحابه، لأنه كل إنسان بحق له يرجع على أرضه وعلى بلده. خلينا نحكي شوي عن جمعية محاربون من أجل السلام. من نعم. أبرز أعضاء الجمعية؟ أبرز أعضاء الجمعية بتتألف من المؤسسين اللي بلشوا بحدود 5 أعضاء، هلأ صار في عنا بحدود 50. الأسماء طبعا منحترمها ومنقدرها كتير، بس في شيء الأهم من الأسماء هن أنه 50 ناشط اللي بحرك محاربون من أجل السلام أو بجمعية محاربون من أجل السلام هم من مختلف الأطياف اللي شاركت بالحرب الأهلية اللبنانية. كل حدا بتتخيلي يعني كل الأطراف، يمكن هلأ ذكرت لبنانيين في أسماء بالنسبة لها نسيت، بس من اليسار إلى اليمين، من الشيء اللي كان يسمى الجبهة اللبنانية وأحزابها إلى الحركة الوطنية اللبنانية وأحزابها، في ناس كانوا شاركوا بالحرب وهلأ عم بيقولوا أنه نحن ننتقد مشاركتنا في هذه الحرب الأهلية. نحن الأهداف اللي كنا نطمح لها عند غالبنا بعض أهداف مهمة ونبيلة،
بس انه لا يمكن ان نسعى الى تحقيق هذه الاهداف بواسطه العنف. من ابرز نشاطاتكم على الارض واخرها هو التعاون مع منى مرعي الكاتبه بمسرحيه بتحمل قضيه 17400 مفقود لبناني، خبرنا عن هذه المسرحيه اللي بتحمل عنوان بهيدي اللحظه بالذات. المفقودين بالحرب الاهليه اللبنانيه موضوع كتير طال، وفي كتير دول سبقتنا إلى حروب وإلى اقتتال داخلي، بس ما تعاملت مع موضوع المفقودين وكأنه نسيا منسيا وخلاص انسى. بقبرص في تجربة شبيهة، رجعوا لقوا شيء من المفقودين. بإسبانيا من 36 من 1936 رجعوا أحيوا موضوع المفقودين بال2016 ولقوا شيء من رفات المفقودين. نحن عنا صار بالبلد انه كأنهم اهالي المفقودين كأنهم كانوا مضيعين علاقة مفاتيح او كأنهم كانوا مضيعين شيء ألم او شيء، وصار في تعاطي بخفة. والتأسيس لمصالحة انه والعدالة الانتقالية لا يمكن ان يتم الا على قاعدة الحقيقة ومعرفة الشيء اللي صار. انطلاقا من هيك دعت جمعية محاربون من اجل السلام وبالتعاون مع اهالي المفقودين الى مؤتمر صحفي صار من شي سنتين بخيمة اهالي المفقودين بقبال الاسكوا بحديقة جبران خليل جبران، ودعينا فيه بهذا المؤتمر الصحفي انفسنا وكل اللي حاربوا بلبنان، كل حدا والاهالي والمواطنين وكل حدا بيعرف شيء عن المفقودين انه يحكي. وقلنا انه في ممرات آمنة وهذا الحكي لن يستعمل ضد المتكلم او شيء، في ممرات آمنة مع الصليب الاحمر الدولي، مع في ممرات تضمن سرية هذه المعلومات اللي بده يدلي فيها. المهم ليس التشهير بأشخاص ولا فتح ملفات أحزاب ولا نبش ماضي الحرب، المهم هو كشف مصير هؤلاء. كيف بتناولوا موضوع هالقد مؤلم وهالقد مهم وبيتعلق بالمفقودين بهيدي المسرحية تحديدا من خلال المسرح التفاعلي؟ هيدا مسرح تفاعلي، وخليني أذكر أنه هيدا مش أول عرض، هيدا ثالث عرض للمسرحية اللي صار مبارح الأحد 10 كانون الأول بغرفة الصناعة والتجارة بطرابلس. أول عرض كان ببيروت والثاني كان بصيدا، ثالث عرض لهالمسرحية. هل هالمسرح التفاعلي لقيته من وراء نتيجة وقدرتوا من خلاله توصلوا الصوت أكثر من هيك أنتم بعرض ثالث؟ وأكيد رح يكون في عروض أخرى كمان. نعم، المسرحية بتدور أحداثها حول شخصين، رفاتين، رفات لشخصين انفقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية. أحدهما بريطانيا الجنسية، انفقد بال 1986. بريطانيا لأنها دولة وتحترم مواطنينها عملت العمايل وعملت المستحيل ووصلت لكل الأطراف ولكل الأحزاب وبكل القنوات الممكنة لحتى تكشف مصير هؤلاء، لتكشف مصير المفقود البريطاني الجنسية. فالمسرحية بتدور على حوار مفترض بين البريطاني وبين آخر لبناني. ليش؟ لأن وقت اللي كشفوا مصير البريطاني قال ووجد معه شخص آخر يرتدي بثياب مرقطة وملفوف ببطانية بيضاء. فإذن البريطاني له اسم، البريطاني له هوية، البريطاني له حدا اللي ناطره بالمطار وله أهالي وله تكريم، واللبناني شخص ملفوف ببطانية بيضاء. انطلاقا من هيك كانت الفكرة الحلوة لمنى مرعي انه عملت مسرحية بإطار ماجستير للوساطة بالأدب الفرنسي بالجامعة اللبنانية. كانت عم تحضر الماجستير تبعها. نعم. ومن خلال التعاون معكم تم عرض المسرحية. نعم. المسرح التفاعلي. والحلو بالمسرحية انه بتقوم على بشكل تفاعلي، يعني الجمهور ليس متفرج، منا مسرحية كلاسيكية خشبة ومتفرجين. في لحظة معينة تخترق من المسرحية بهيدي اللحظة بالذات وبتقول بهيدي اللحظة بالذات يمكن يكون في مفقودين تحت هالمكان، يمكن يكون في مفقودين بالجوار اللي حدنا، وبتحاول تعرف الناس الموجودين على هالقضية الإنسانية العادلة والنبيلة. هل برأيك معالجة قضية المخطوفين على خشبة المسرح بيكون له وقع مؤثر أكثر من المعالجة على المنابر؟ نحن عم نشتغل على وعي، وعي مضاد، خلافاً للوعي اللي بيقول أنه أحسن شيء بالنسبة للحرب الأهلية اللبنانية أنه ننساها وما نجيب سيرتها. لا، نحن بنعتقد أنه النسيان هو أقصر الطرق لحتى نكرر التجربة، لأن بعد شوي بدأت تجي أجيال غيرنا. لبنان من 177 سنة، من 1840 لل 1860 لل 1958 لحربه الأهلية الأطول والأكثر شهرة من بين 75 و90، كل شوي كان عم بيصير دورة عنف. ف
بيجي أجيال جديدة ما عم نطلع إلى الماضي، ما عم نحاول نقول قديه كان مؤلم وقديه كان بشع. انطلاقا من هيك نحن عم نقول انه تذكر، لازم نتذكر قديه كانت الحروب بشعة، لازم نتذكر قديه كانت الحروب. انا سؤالي الأهم والصائب أكثر، هل معالجة قضية المخطوفين على خشبة المسرح وخاصة بالتفاعل مع الجمهور عم بيكون في إلها وقعة خاصة، يعني بتقدروا توصلوا الصوت أكثر من خلال التفاعل على خشبة المسرح، ما يكون إنه الصوت عم بيطلع على المنابر، يعني قادرين توصلوا أكثر من خلال هيدي القضية حتى ترجعوا تستعيدوا المخطوفين ونرجع نحل هيدي الأزمة ولا كيف؟ نعم، بدي أحاول كمل اللي كنت عم بقوله، إنه نحن وعم نحكي عن ماضي الحرب الأهلية بنحكي بطريقة دائما تفاعلية وتشاركية. بهذه الطريقة التشاركية والتفاعلية لها تقنياتها، لعب أدوار، دراسة حالة، عرض ونقاش فيلم قصير، ومن ضمنها المسرح. وبالمناسبة المسرحية بهذه اللحظة بالذات ليست المسرحية الوحيدة اللي بنعتمدها كتقنية لحتى تصير نقاش عند الناس ولحتى تزرع شيء عندهم للناس وتترك أسئلة عندهم. في عنا مسرحية كان انعملت بمبادرة من جمعيتنا اسمها نقطة عسل، بتدور أحداثها حول نقطة عسل بتقع بدكان وبتبلش تتطور وتتطور لتوصل لشكل من حرب أهلية داخل قرية. في عنا أشكال تانية من المسرح التفاعل اللي بيقوم على تقنية بلاي باك، أو إنه الناس الحضور بيقدموا قصصهم، بيقدموا قصصهم اللي صارت معهم بالحرب سواء كانوا ضحايا أو مشاركين فيها لهيدي الحرب. والمسرحيين أو الناس اللي مدربين على المسرح بيقوموا بتحويل هذا العمل المسرحي إلى عمل فوري قدام الحضور. الهدف هو تشجيع الناس، الهدف هو أنه نقول للناس أنه احكوا عن هذه الحرب، بس احكوا بطريقة مش تمجيدية، مش مباهات، مش تفاخر، احكوا قد كانت هذه الحرب أليمة وبشعة. نعم، شخصيات هذه المسرحية من إني؟ مثل ما ذكرت من شوي في البريطاني واللبناني، مين في غيرهم كمان؟ طبعا المسرحية هي الأولى تحكي عنها، كان ياريت لو قدرت اجت معنا منى مرعي. المسرحية ثلاث أشخاص، الشخص الآخر هو عم بيحاول يقدم أكثر العمل المسرحي ويقرب أكثر ويعرف الحضور على موضوعه أكثر، بس الشخصيتين الأساسيتين هن هول اثنين، هن الاثنين اللي التقوا بالصدفة بمطرح بصفتهم رفات لمفقودين. نعم، بعرف كثير منيح انه جهودكم طوعيه بجمعيه محاربون من اجل السلام، وهيدي الجهود تقدروا تقدموا يمكن خدمات كمان لهيك عمل مسرحي بحاجه لدعم مادي، كيف قدرتوا تامنوا الدعم المادي لهيدي المسرحيه؟ وخاصه المسرحيه كمان عم تعرض مجانا، يعني كل الاشخاص فيهم يحضروا المسرحيه بدون اي تكلفه. نعم، ما يفترض ان نقول شيء انه مش دائما المال عائق انه الناس تشتغل، يعني نحن عم نشتغل بالمسرحيه بس كمان عم نشتغل مع 33 سنويه رسميه لبنانيه. بالشهر نوفمبر الاخير اشتغلنا مع 430 طالب بطرابلس باطار مدينه طرابلس، وخصوصا بمحيط خط التماس اللي معروف بين جبل محسن وباب التباني. شو هالكلفة العظيمة حتى واحد يقدر يروح يقعد هو طلاب ساعتين ويتعرف على هالردود الفعل الحلوة اللي بتوصل مرات لتلامس البكاء ولكن التقنيات والمؤثرات اللي استخدمت بالمسرحية كمان بحاجة لتكلفة، يعني نحن ما عم نحكي بس عن المكان يلي عرضت فيه المسرحية، عم نحكي كمان عن التكلفة يلي بحاجة تتكون موجودة على خشبة المسرح. ياريت جبنا صور، التقنيات كانت كتير بسيطة. المسرحية بتقوم على لعبة بين الشخصيتين اللي بقوم بالعمل المسرحي، مغطاية أحداث تتعلق بالمفقودين والمخطوفين خلال الحرب الأهلية اللبنانية مستمدة من عناوين جرائد لبنانية، وبتقوم على لعبة بيناتهم، نوع من تباري، نوع من حزورة، إنه شو صار ب 22 آب 1976. والديكور كتير بسيط، الصوت كان فيه صوت كتير بسيط، والعرض عم بيتم قدام الهدف من وراء المسرحية وأكثر إيصال الصوت والرسالة، يمكن حتى نذكر ونضل عم نذكر ولا زالت يمكن إذا حتى ما كنا عم نحكي يمكن ببطننا بعدنا منطالب ومنقول إنه بإعادة المخطوفين، لأنه هذا حق لأهليهم وحق للوطن. خليني أذكر شوي بفوت بتفاصيل هذا العمل المسرحي اللي هو لنهار واحد عم بيكون، وين رح تكونوا بعد 10 كانون الأول؟
بعد 10 كانون الأول في عنا نحن عادة بجمعيتنا بنحاول نعمل نكثف شغلنا أكثر وأكثر بكثير بالتزامن مع 13 نيسان. 13 نيسان اللي هي ذكرى انفجار الحرب الأهلية المشؤومة. فنحن عم نشتغل السنة مع مثل ما قلت مع 33 سنوية رسمية. كنا عم نحكي نحن امبارح نحن ومنا مرعي انه قدام ناس بتنتقل هيدي المسرحية مع مسرحيات اخرى عم نعتمدها. رح يكون في كذا عرض يعني مش عرض اليوم واحد. في كذا عرض بجنوب باقليم الخروب ببيروت وبجبل لبنان وكمان بالشمال. عرض قدام الطلاب، العرض هدفه تعريفهم على هيدي القضية. وطلب يعني بتنتهي المسرحية بطلبات انه من الناس انه انت شو بتحاول تقدم لهيدا الموضوع. هذا هو عمل المسرح التفاعلي وهيدي هي النتيجة اللي بنوصل لها من خلاله. وبدي أشكر وجودك معنا دكتور فؤاد ديراني من جمعية محاربون من أجل السلام، يعطيكم ألف عافية على الجهود اللي عم بتقوموا فيها. وأكيد تحية للكاتبة منى مرعي، كاتبة مسرحية بهيدي اللحظة بالذات، أكيد ما قدرت تكون معنا اليوم متواجدة، تحية كتير كبيرة لها ويعطيكم ألف عافية. هلا فيك. شكرا لك، ألف عافية. شكرا. مشاهدينا رح نروح لفاصل إعلان صغير ونرجع لمتابعة أحلى صباح، ما تروحوا لبعيد. مشاهدينا من جديد تحية صباحية لكم جميعا، لكن انضموا لنا بهذا الوقت، نرحب فيكم على أمل دايما تكونوا عم تستفيدوا وأيضا تستمتعوا برفقتنا. لقاء حوار جديد من خلاله نتعرف على أبليكيشن بتحمل العنوان تراك أم دي. طبعا بصيرنا نستضيف مطور هذه الأبليكيشن حسين عيسى. حسين صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ ألف مبروك الأبليكيشن. يبارك فيك. طورت حضرتك وزميلك إبراهيم فقيه بنفس الوقت. خبرني عنك وعن إبراهيم، يعني شو الباك جراوند تبعكم، ليش رحتوا لتطوير أبليكيشن تحديدا؟ أنا مهندس ميكانيكال، ميكانيك. إبراهيم أكتر معني بدومين الهيلث كير أو الرعاية الصحية الإلكترونية من أكتر من 15 سنة. نعم. فهو الفكرة إجت من عنده بشكل أساسي بعد تجربة مع والده وارتفاع ضغطه بالليل، وحاول يدق لدكتوره وتبين أنه مسافر، ف بحاجة لدكتور بأسرع وقت كان. وما فيك يعني بتعرف انت، نحنا بنصير ندق للي بنعرفهم، بدنا دكتور كذا، بتعرف حدا، بتعرف دكتور قلب، وواجه صعوبة بيلاقي موعد بأقل من أسبوعين، يعني اندفش لبعض أسبوعين بالموعد. فساعتها خطر عباله انه ياريت لو موفر قدامه اكبر عدد من المعلومات عن الدكاترة وامتى متاحين، وبيقدر يتواصل بلحظة سريعة بلحظتها، وبيقدر يوصل لهيدا الدكتور ويحجز معه. صحيح صحيح. فمن هون اجت الفكرة اللي هو من يعني من الباك جراوند الطبي اللي عنده اياه، وحضرتك من باك جراوند الهندسة التقني اللي موجود عندك. التراك هو متابعة، اما ميديكال ودي هي الدكتور، يعني صحيح. متابعة طبية يعني مع الدكاترة عبر تطبيق الكتروني. الأشخاص يكونوا معنيين أكثر بصحتهم. نعم. خبرني عن هاي الابليكيشن، كيف فينا ننزلها على تليفوني؟ أنت معك إياها على التليفون. صحيح. أعطيك فكرة عامة بالأول، تراك أم دي هي مبادرة مجانية للمساعدة على الوصول إلى العناية الصحية الأمثل والأنسب. نعم. وتطبيق تراك ام دي متوفر على اندرويد وابل ستورز. اوكي، يعني على كل التليفونات. صحيح. وعلى الويب، يعني في حال كمان اللي بده يستعمل الويب سايت كيف ناخذ لفرجيك. اذا بدنا نفوت على الويب سايت كيف؟ على الويب سايت trackmd.com. اوكي. والابلكيشن موجود، اكيد موجود ابلكيشن للناس، وموجود ابلكيشن للدكاتره. الابلكيشن اللي بنزلوها العالم المجانيه اسمها بس تراك ام دي فور بيشنت. فينا نشوفها على التليفون عندك لو سمحت؟ اكيد. اوكي، لكن للناس نزلها تراك ام دي. اوكي. اوكي. اول ما نفتح الابلكيشن ببين عندي شو الاختصاص اللي انا بدي اياه. اوكي. بنقي الاختصاص او اذا قصد دكتور معين يعني بالاسم. نعم. بقدر فتش عليه. رح في فتش لاما بخانه الاختصاص او بخانه. صحيح. اسم معين يعني. اسم الطبيب. نعم. صحيح. والابلكيشن بتاخذ الموقع الحالي في حال. نعم. بدي. وبتلاقي لي الطبيب الاقرب النتائج بالضبط من الاقرب للابعد. نعم. فهم عم نشوف مثلا اطباء النسائيه والتوليد. باين عندي من الاقرب
للابعد. نعم، لكن مجرد محط الاختصاص انا بيعطيني الابلكيشن مجموعه من اسماء الاطباء اللي هن رابع لي وصولا للابعد. صحيح. عظيم. فوت على ملف الدكتور بقرا عنه وين داريس، شو الخدمات اللي بيقدمها، تقييمات المرضى الآخرين، يعني هذه كمان بتغني عن السؤال اللي أنا عم بسأله للي بعرفه. نعم. يعني بتعرف لك حكيم شاطر. أوكي. لكن أنا بعرف تفاصيل عن الدكتور، عن اختصاصه، عن خبرته، عن صحيح. عن شو بيشتغل اليوم. صحيح. وفي الابليكيشن بتخليني أتواصل ديركت مع الدكتور اللي أنا عم فتش عنه ولا كيف؟ إيه ممكن يعني. كيف؟ هلأ في دكاترة حسب ما نحنا نزلنا على على الأرض وحكينا مع كتير دكاترة احنا عم نطور. أوكي. وفي نسبة كبيرة من الدكاترة عندها مشكلة مع التواصل عبر الواتساب. أوكي. يعني في كتير عالم بتتواصل مع الدكاترة عبر الواتساب وبتسبب نوع من الإحراج للدكتور. صح، الدكتور ما بيرد يعني كل وقت على الواتساب. صحيح. يعني بس بيصير في إحراج لأنه بيبين أنه شافها أو تماما. أو كان أونلاين. فنحن عنا كمان رسائل مسجينج مع الدكتور، فينا نرسل الدكاترة. صح. سكيور. وما بيبين طبعا اذا الدكتور شافها او لا. وكمان بتكون عازلة اي طلب من العالم عن الواتساب او الشيء الشق الاجتماعي، فكل شيء خصه بشغله للدكتور محصور بال. بتكون رسائل يعني فيها شغل، يعني اليوم المريض عم يتواصل معه مثل ما عم نشوف خانة الرسائل. طبعا هون بيكون عارف يتواصل مع الدكتور اللي بده يعطيه هيدي الرساله. اذا بدي اسالك حسين، يعني في داتابيز بهيدي الابلكيشن، يعني الدكاتره معلومات عنهم، كيف حصلتوا على هيدي الداتابيز؟ هل هي من الدكاتره موافقه منهم؟ كيف تعمل يعني العمل؟ بالبدايه نحن عندنا اكثر من 10,000 دكتور موجودين كديتا على الابلكيشن، هو الاخرين ونحن من نقابه الاطباء ونقابه اطباء اسنان. بس بالزيادة عليهم عندنا صار خلال شهرين أكثر من 400 دكتور مسجلين معنا، بتقدر تعمل تحجز معهم على عبر الابليكيشن. وهول الدكاترة هن معبين البروفايل تعولهم، معلوماتهم، وين دارسين، خدماتهم، مواعيدهم. يعني أنا كمان ما فرجيتك وقت لقيت فتش على دكتور. نعم. واختار هيدا الدكتور. أوكي. في عنا كمان ببين هون مثل ما شايف بأول نتيجة الموعد التالي الثلاثاء، يعني اليوم ما في مواعيد متاحة، اليوم كل مواعيد مقفلة. صحيح. فينا بلش ناخذ موعد من ثلاثة. صحيح. هذا الشيء بيسهل لي أي متى أنا بدي الموعد، يعني إذا بدي اليوم أنا في انتقل عطيني خيار اللي مبين فيه خانات اليوم. أوكي. بنقي بس الخانة اللي بدي إياها. وفي يحجز موعد أونلاين، يعني أنا اليوم. صحيح. هذا تأكيد الموعد بكبسة واحدة بوصل إشعار بوش نوتيفيكيشن على التليفون عند الدكتور. أوكي. أو عند الأسيستنت اللي عند الدكتور أو السكرتيرة. يعني طبعاً يعني السكرتيرة هي اللي حتقوم بالشغل الأكبر. أوكي. لكن أنا بدل ما أتصل على المستشفى يحولوني على عيادة الطبيب، أو بدل ما أتصل عند الطبيب في عبر هيدي الأبليكيشن، إذا أنا عارف الطبيب اللي بدي إياه، عارف التوقيت اللي بدي إياه، شوف الأوقات المتاحة بمواعيد الدكتور وبحجز مباشرة أونلاين عبر هيدي الكبسة اللي هي جداً بسيطة. صحيح. 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 يعني حتى طبعا معظم الشعب اللبناني موظف اما بالقطاع العام او الخاص. صحيح. وإحنا اذا بدك تقول من 9 للخمسة بدوامات شغل. في صعوبه كمان بقصه الوقت، يعني انا ما عندي رفاهيه انه امتى نقي الموعد مع الدكتور. مضغوطين بوقتنا 100%. فبدك من هيك بدك اكبر عدد من الخيارات الممكنه. يعني نحن عاده بالاختصاص بنعرف دكتور هذا اذا بنعرف تماما، فمحكومين بوقته بعد اسبوعين، بعد ثلاثة، بعد شهر. فون الابلكيشن بعرفني على اكثر من طبيب باختصاص على تقريبا واحد. كل الاطباء بهذا الاختصاص ومواعيدهم ومكان عيادتهم. فساعتها عندي كان سهل التعاطي مع الدكاتره بهذا الاطار. يعني بتعرف الدكتور ايضا هو وقته مضغوط يعني وعنده مشاغله. بتعرف الدكتور هو من اكثر الناس اللي مواعيد متتاليه، كان سهل انه يفوتوا على هيك ابلكيشن يوافقوا عليها ولا لا؟ يعني كان عندهم تردد. هلا الدكتور بالعكس، الدكتور الابلكيشن كمان بتقلص له من كميه الوقت اللي عم
اللي عم يصرفها على على المواعيد. يعني السكرتيرة ليدقوها لترجع تأكد الحجز صحيح. حتى في دكاترة يعني هلأ هو السكرتيرة هي الجزء الأكبر عليها بحجز المواعيد عبر الابليكيشن، بس الدكتور أوقات بيدقوله بيكون بالبيت بدهم موعد مستعجلين أو شيء، يمكن يزت وقت من عنده ما بيعرف، بيكون ما بيعرف سكجول الكامل، بيقدر يفوت يشوف. كمان عندك العالم اللي بتحجز معه بعد أسبوعين وثلاثة وبتنسى أو ما بتجي صحيح. أو بتجرب السكرتيرة ما حدا بيرد. كمان الابليكيشن مجرد ما تحجز موعد بتبعت تذكير عبر رسالة نصية SMS للمريض قبل بفترة بيحدد الدكتور أنه تذكير بالموعد. يعني الدكتور بيحدد قبل بـ 24 ساعة أو حتى قبل بربع ساعة أو ساعتين. يعني لفرجيك مثال على الـ SMS، يعني هيدي رسالة تذكير حقيقية لموعد أنا كنت أخده بتوصل للمريض صحيح. ف يعني من ناحية الوقت الابليكيشن بتوفر وقت بحجز المواعيد وبتساعد كمان على توفر علينا تليفونات يعني كمان صحيح، وتقليص عدد النو شوز أو العالم اللي بتتغيب عن الموعد. وبالإضافة للأسماس والتذكير كمان الدكتور بيقدر يحدد فولو أب ريمايندر أو تذكير للفحوصات الدورية اللي ممكن مثلا بدكاترة أسنان بعد 6 أشهر هيدا عندك تشيك أب بيحددها من هلأ وبعد 6 أشهر لحالة الابليكيشن. لكن هي مفيدة بالنسبة للمريض وللدكتور بنفس الوقت. هيدي الابليكيشن يعني موجودة بلبنان بس ولا كمان بركي بالدول العربية، بركي المغتربين فيهم يستفيدوا منها؟ بتعرف كتير ناس عبالهم يعني لبنان هو عنده السياحة الاستشفائية وهذا الشيء كلنا بنعرفه، يعني في بقى كتير من الناس بحبوا ياخدوا مواعيد عند دكاترة، فيهم يشتغلوا عليها يعني إذا هي أونلاين بعتقد متاحة صحيح. وين مكان يعني مش مقفولة على الـ بلاي ستورز تبع الاندرويد والايفون حسب المنطقه حسب اللوكيشن وين ما كان بيقدروا ينزلوا الابلكيشن ويشوفوا الدكاتره بلبنان خاصه مثل ما عم تحكي يعني بالبلاستيك سيرجنز او بال او بالسنان. بعض لبنان بيجذب من حواليه دول الاغتراب كمان يعني صحيح. تكون صحيح. الابلكيشن بطلت يعني بلشت تاخذ طريقه للشهره اذا بدي اقول حسين، يعني اليوم الناس عم تنزلها عم تستعملها، كيف الريت على استخدام هذه الابلكيشن؟ يعني خلال شهرين تقريبا صرنا ملاحظين اقبال كتير عالي. عملنا اكيد لنعمل حملات توعية فتنا عن طريق السوشيال ميديا، فصار عنا اكثر من 12 الف فولوور على الفيسبوك واكثر من 3000 او 4000 داونلود بين اندرويد وابل. فلا ماشيين بوتيره اسرع مما كنا متصورين. عظيم. شفت بالابلكيشن انه لمحت انا وعم شوفها على الهواء في خانه للتبرع بالدم صحيح. قديش فيها تفاصيل غير انه ناخذ موعد من دكتور وناكد على موعد؟ شو في تفاصيل تانية بالابلكيشن صحيح هذا؟ يعني ضمن الاطار الانساني اللي الابلكيشن بتتناوله اجت فكرة التبرع بالدم. يعني عم نشوف نحن العالم بتحط عبر الفيسبوك انه بحاجة لدم، شخص بحط نعم. بيحكي بيجرب بيتواصل مع يمكن تلفزيون ليحط على السوشيال صحيح. ميديا دايما في حاجة للتبرع بالدم، يعني عم بيكون في نوع من كمان يعني ما قادر توصل لعدد كبير بنفس اللحظة نعم. فنحن من هون اجت فكرة انه كمان نضيف عملية التبرع بالدم أو طلب الدم على الابليكيشن بحيث أنه بيقدر بحاجة للدم بلحظة بس يفوت بالضبط. يا ريت فينا نشوف كيف عم تعملها. طلب الدم مجرد عبي الاسم، اسمي أو اسم. خلنا نعيد لو سمحت، منفوت على طلب الدم. أوكي، فتنا على التبرع، خانة التبرع وطلب الدم. هون أول شيء ببين عندي الطلبات بحسب التاريخ. أوكي، الناس اللي طالب دم صحيح. صحيح. أنا ولما نطلب دم منحط المنطقة، منحط رقم التليفون للتواصل، المنطقة، اسم المستشفى، فئة الدم، يعني كل الداتا اللي عايزينها صحيح. دم أو صفايح وإذا بحب ضيف معلومات أنا وبحط إضافة الطلب
مجرد ما يلبس اضافه الطلب كل الاشخاص اللي عندهم ابلكيشن تراك ام دي يوصلوا نوتيفيكيشن صحيح انه مريض بحاجه لدم من فئه كذا بهذا فهيك بنكون عم نساعد. واذا انا عندي الرغبه اتبرع في خانه كمان بتخليني مثل ما فتت مثل ما شفت اذا بدي اتبرع فوت بشوف الطلبات مباشره. عظيم، يعني بتعرف على الطلبات الموجوده وبشوف وين في قدره، وين المحل اقرب لي بركي رح اتبرع. هيك بنكون ساعدنا على الوصول لاكبر عدد ممكن من البوتنشال دونرز او المتبرعين المحتملين. غير طلبات التبرع بالدم في عنا ايضا خانات اخرى ضمن الابلكيشن. صحيح، عنا الملف الصحي، الملف الصحي الالكتروني اللي هو كمان شيء كتير مهم بالنسبة للمرضى، بخلي الناس تحافظ على طول على كل المعلومات الصحية لإلهم ولأفراد العائلة لأولادهم أو لأهل الكبار بالعمر. ف النوتس او الملاحظات الدكتور الادويه طريقه العلاج. فينا ناخذ استشاره اونلاين بالابلكيشن؟ مش استشاره، يعني الدكاتره عندنا بلبنان بفضلوا الزياره الطبيب، يعني هذا شيء ضروري. بس عند الزياره عند المعاينه الدكتور بدل ما يكتب على ورقه او شيء بيقدر يضيف على ملف المريض الصحي. يعني كل الملاحظات اللي عنده اياها بيضيفها اونلاين على طريقه العلاج الدواء كل شيء بيقدر يضيفها لملف المريض الصحي اللي بيصير محفظ عنده. هون اخذتني لامكانيه تطوير الابلكيشن، بركي بتصير رشدتها كمان اونلاين بعرفون في تعاون مع نقابه الصيادله ايضا بهذا الاطار. هي ممكنه انما بدها شويه متابعه رسميه قانونيه، يعني هون في شيء قانوني بهذا الاطار. بالضبط. يعني بدي كمان تعطيني تفاصيل اكثر شو بعد موجود بالابلكيشن باطار الملف الصحي. كمان بنقدر بيقدر المريض او الدكتور يعمل اتاتش او يضيف صور نتائج فحوصات. كمان تحتفظ بالابلكيشن على طول. صحيح، يعني بدل ما نخبي كل هذه الملفات عندنا بالبيت بطريقه ورقيه فيها تكون موجوده عندنا بطريقه افتراضيه. صحيح. عبر هذه الابلكيشن فينا نعمل سيف لهذه الملفات لنقول انا عندي صوره شعاعيه اضافها الدكتور على ملفي الصحي. أكيد. في اعملها سيف وتصير عندي على الديسكتوب او على اكيد بتاريخ هذا الفحص. وحتى كمان لل يعني اذا انا ضايف ملف ولد على الاكونت عندي ابني او بنتي كمان بقدر اتابع لهم حتى شوي ابعد من الاطار الصحي المباشر نموهم. يعني انا بقدر من الوزن من الطول الوزن كمان كل وحده بتاريخها كمان بيتحفظوا هول على طول. عظيم. لكن حسين هي التفاصيل كثيره بهيدي الابلكيشن، مفيده للطبيب وللمريض بنفس الوقت، موجوده على كل انواع الهواتف الذكيه. بدك تقول شيء؟ بس بدي ضوي على نقطه كثير مهمه طالما عم نحكي بالملف الصحي واشياء شوي حساسه وشخصيه، فضروري شدد على نقطه انه التراك ام دي هيبا كومبلاينت. هيبا هي مجموعه قوانين وريجوليشنز امريكيه تفرض على المستشفيات وكل العيادات الخاصه بامريكا. من اجل ضمان الكونفيدنشاليتي الخصوصيه والسريه والسيكوريتي كمان امان المعلومات. نعم، يعني المعلومات الموجوده على هذه الابلكيشن لا يتداول فيها الا بين الطبيب والمريض. صحيح، تراك ام دي هيبا كومبلاينت او خاضع على انظمه الهيبا. فكل المعلومات الموجوده مضمونه السريه والخصوصيه. صحيح. والامان كمان لانه كل المعلومات محفوظه على ديديكيتد سيرفر له 3 باك ابس كل واحد بمطرح بالعالم كل يوم ابديتد. نعم عظيم، كلنا فخر فيكم حسين وزميلك ابراهيم طبعا على هذا التطوير اللي بياكد انه فينا نعمل شيء، فينا نكون فاعلين ضمن هذا الاونلاين الكبير، عالم الاونلاين الكبير. مجانيه، يعني الناس اللي بدها تنزل الابلكيشن هي مجانيه بالكامل. متوفره باللغه العربيه فقط ام ايضا باللغات الثانيه؟ بالعربي وبالانجليزي. بالانجليزي يعني موجود الابلكيشن تراك ام دي، رح ارجع اكرر نكتب تراك تي ار اي كي ام دي ام دي بطريقه متواصله. بننزل هذه الابلكيشن اللي فعلا قادره تسهلنا كثير من الامور. الف مبروك الابلكيشن، ما شاء الله بشوفها عم تتطور عم تاخذ ريت اعلى ايضا من عالم الابلكيشن. اهلا وسهلا فيك حسين عيسى، المهندس حسين عيسى، شرفتنا. شكرا لك. شكرا جو، شكرا لتلفزيون لبنان على هالاستضافه. اهلا وسهلا، تشرفنا، شكرا. مشاهدينا بريك قصير ومنتابع نحن وياكم، خليكم معنا.
صباح الخير لكم مشاهدينا متابعينا بلقائنا الصباحي من احلى صباح. وهلا رح نكون احنا وياكم مع كوزيت هاشم، عضو بجمعيه بترونيات ومن منظمي المعرض يلي بيحمل عنوان سحر الميلاد. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. انت؟ الحمد لله. يعني من اجواء الميلاد بدانا من هلا نعيش هيدي الأجواء. بدأتوا أنتوا نهار السبت تحديدا بتسعة كانون الأول افتتحتوا سحر الميلاد، هذا المعرض برعاية السيدة شانتال عون باسيل وبحضور أيضا وزير الخارجية جبران باسيل. خبرينا شوي عن هذا النهار وعن هالافتتاح. الحقيقة نحن هيدي السنة الثامنة اللي بنعمل فيها هالمعرض. باترونيات بالأساس، خليني أخبرك شوي عن جمعية باترونيات. رح نروح نحكي عن باترونيات. أوكي. عن جمعية المعرض باترونيات. هو هدفه الأساسي نشر الفرحة بقلوب الناس، لأنه نحن عنا كذا هدف بجمعية باترونيات، ومنهم هي نشر الفرح والسعادة خصوصي بزمن العيد. نعم. المعرض لنا فترة عم نحضر له وعملناه على نطاق كتير كبير السنة. جبنا مونغولفير، جبنا عملنا ضيعة الميلاد، قرية الميلاد تحديداً، وجبنا آي سكيتينج أرينا كتير كبيرة 300 متر مربع للتزلج على الجليد. للتزلج على الجليد. نعم. للصغار وللكبار طبعا، مع فريق متخصص من إسبانيا، لأنه هي كتير دقيقة شغلتها لوجستيا، نقلة، تركيبة. وطبعا مغارة العيد يلي أبدا ما بتغيب عن باترونيات، معمرناها السنة من الحجر الطبيعي، مثل كل سنة تحديدا من حجر طبيعي، وعملنا حواليها غابة حطينا فيها غزلين حقيقيين بعدهم هلأ ضيوفنا بباترونيات. نعم. ومنطعميهم ومنهتم فيهم، وكمان الغزلين شغلتهم كتير دقيقة، انك تجيبي غزلين مسؤولية كبيرة. نعم. وبرنوال مسؤولية أكبر. الغزلين بلا برنوال مش ماشي حالهم. ايه. برنوال مسؤولية أكبر. لا، برنوال له محله الخاص بقلب المبنى بباترونيات. نعم. بنعمل سيت تبع برنوال كل سنة بتيم معين. السنة هو باتيسري دي برنوال. أوكي. بنعمل ديكوراسيون وبيقعدوا الاولاد مع بيرنويل بتصوروا، اوقات بتكون بيرنويل حسب التيم. نعم. هلا السنه بيرنويل موجوده، بتعطيهم كانديز كل ما بيجوا، كل ما بتصوروا او الجاتو تبع العيد. لا، في مش. نعم. مزح انه وبيشدوا نويل بحضروه كمان معكم؟ لا بس نعطيهم كانديز. نعم. وبتصوروا، اكيد الصور بتكون تقدمه، نحن ما بناخذ ابدا اي مقابل. وعندنا المعرض الميلادي يلي هو خاص لباترونيات، بنعرض فيه المونه والزينه يلي نحن مزينه عنا لانه نحن مشغل، وبيجي كثير ناس بيساهموا بهالمعرض، كل العالم يعني، كل اللي عندهم مبادرات فرديه، اللي فاتحين سمول بزنسز، يلي عندهم اشغال يدويه، بيجوا بيعرضوا بهذا المعرض. قبل ما نتابع شو في بهذا المعرض وشو النشاطات اللي ناطره الاولاد خاصه بمعرض سحر. نعم. الميلاد، رح نشوف سوا هذا الفيديو نتعرف اكثر على جمعيه باترونيات وعلى المعرض اللي عم بيصير ونرجع نتابع. هالكريسماس فيلج او المعرض الميلادي يلي هالقريه الميلاديه يلي افتتحت نهار السبت 9 كانون الاول، اكيد رح اذكر مثل ما شفنا هلا بالفيديو، وكانت السيده شانتال عون باسيل موجوده برعايتها كان الافتتاح وبحضور وزير الخارجيه معالي الوزير جبران باسيل. خلينا نفوت شوي نحكي اكثر عن هالقريه الميلاديه خاصه اللي صارت بمركز باترونيات. لمحه سريعه عن جمعيه باترونيات، شو هي هالجمعيه؟ امتين تاسست وبشو؟ جمعية باترونيات أسست بال 2006، أيار 2006 طلعت بالجريدة الرسمية حقيقة، وهدفها في عدة أهداف. هدفها يلي هلأ نحن أكتر شيء عم نشتغل عليه هو تصريف المونة الباترونية والمحصول تبع المزارعين، أكيد بهدف تجزيرهم بأرضهم وما يتركوا، ما يصير في الهجرة يلي من النزوح من القرية للمدينة. Exactly. من القرية للمدينة أو لبرات الباترون حتى. لما بقول الباترون بقصد قضاء الباترون. وكمان بقلب المبنى، نحن على مدار السنة عنا بوتيك بتبيع هالمنتوجات، أكيد في كواليتي كنترول وفي ناس بتراقب وبتروح بتعمل دورات للستات وكل هالتفاصيل. ومنبيع شتى انواع المونه، يعني شو بيجي براسك بيكون موجود بباترونيات. نعم. خلينا نفوت بالفيديو بتفاصيل القريه الميلاديه. نعم. كل شيء
شفنا بهيدي القرية يعني شو ما بيطلبوا الأولاد والكبار بيلاقوه موجود. خلينا نرجع نفوت بتفاصيل كل شهر الميلاد. ثلاث شهر الميلاد رح تكونوا متواجدين بمركز بترونيات، الكل في يتوجه لعندكم ويشارككم فرحة العيد. خلينا نحكي شوي عن حلبة التزلج اللي مخصصينها مع ناس مختصين حتى يساعدوا الصغار والكبار تيعرفوا يتزلجوا على الجليد. كثير اخذ سكسي. نعم ما بخبرك قد اخذ سكسي، الكبار والصغار عم يفوتوا على حلبة التزلج، الكبار بيفوتوا مع اولادهم تيشجعوهم، كثير اخذ سكسي، ما في اي خطر، العالم كثير مبسوطين. حوالي هالحلبة في 30 بيت هن بيكونوا القرية الميلادية، فيهم جميع انواع الاكل اللي بتخطر على راسك. وعندنا 5 بيوت منهم لتذوق نبيد. بالبترون عندنا تقريبا بين 9 و11 بيت نبيد، يعني ميزون دو فان، وهن موجودين مشان تذوق نبيد كل النهار، اكيد بيقدموا قصص هيك معهم. يعني فينا نعتبر البترون هي منتجه للنبيد؟ ايه منتج كبير للنبيد طبعا. طبعا رح يكون في ديجستاسيون للنبيد على طول، في ديجستاسيون للنبيد وفي عندنا كمان مثل ما قلت لك شو بدك، قصص دوسر، كريب، شوكولا، خروف مشوي، همبرجر، سمك، يعني من كل انواع الاكل. هيدا عم بحكي تحت حد الارينا. وفي حد المناهج كاروسيل تيبيكمان باريزيان، يعني الاولاد كثير عم ينبسطوا فيها، بتعرفيها هي اللي بتبرم وقضيه واحصنه كثير مبسوطين فيها. والمونغولفير كمان بتطلع كل فتره وبننزلها بتطلع، يعني عاطين جو كثير حلو والميوزيك ما بتوقف. هلا بالليل بس تعتم الدنيا في عنا شو على الحيط تبع بترونيات على الفساد، شو 3D مابينج ثلاثيه الابعاد، بتحكي هي نحن عاملين ادابتاسيون شو عن الميلاد. نحن مدخلين قصه عن جرينش، بتعرفي جرينش يلي ما بحب نوال وما بحب الفرحه عن جرينش على طول بده يحركش بطريقه مأزيه مزبوط، وما بحب بير نوال ولا بحب الاولاد. بتحكي عن جرينش يلي ما بحب لبنان ومش مبسوط ابدا باستقلاله ومش عارف كيف بده يخرب الاستقلال، واخر شيء نهايته بتطلع كثير حلوه اكيد. هيدا العرض كثير مميز، مجبور اخر شيء يحب لبنان ويحب استقلاله، ويحب استقلاله ويصير مشجع للاستقلال وينعدل كرماله. كمان في عندك، بس نطلع من نطاق القريه الميلاديه، نحن على كذا على كذا نيفو، يعني بالنيفو يلي فوق شوي عندنا البيت يلي هو بيت المونه، في بقلب المعرض المونه البترونيه نعم يعني مونة ستات البترون، ستات ضياع البترون وكل المناطق اللي بالبترون، قضاء البترون عم بحكي. بدنا نشدد هون شغل ايد المونة البترونية طبعا، ورح يكونوا كمان في ديجستاسيون للمونة، يعني مش بس عم بيكون في عرض للمنتوجات البترونية، غير الديجستاسيون عاملين لايف ستيشنز. يعني بتوصل بتشوف الدست في بقلبه مربى التفاح عم ينعمل، حدو الانجريديان كيف تعمل مربى التفاح، كيف بتكبس الزيتون، القمحيه كيف بتنعمل، يعني في كثير كثير مهضوم الجو. بتشوف الناس وصلوا عم يسالوا، هيدي بتسال قد ايه بتحطي سكر بالنسبه للعرفتي، وبعدين بتذوقي. وفي عنا غير المونه واللايف ستيشنز تبع المونه، عنا اشغال يدويه كمان، ونحن عنا فريق عنا مشغل بيعمل كل سنه زينه لنوال، يعني بنعمل لانترنت بيتزينوا بطريقه كثير مميزه لنوال، وبنعمل كورونات عرفتي. وبعدين كمان في عنا كمان خصوصي للايقونات، هاي المونغول فيير على الهواء عم نشوفها. هيدي المونغول فيير كانت كثير مميزه، المونغول فيير حقيقه واندهش فيها الولاد، اخذ سكسي كثير كبير، يعني الكبار مثل الاولاد على فكره. صحيح لانه نحن على حجه الصغار بينبسطوا الكبار، ما هو حلمك انت تشوفي مونغول فيير هالقد قريبه منك عرفتي. كنت عم بشرح لك انه كمان بيجي كثير ناس عندهم اشغال يدويه، وعندنا كوان خصوصي للايقونات من روسيا. شو بدي اقول لك، في كثير كثير غني المعرض، حتى كمان في فن التشكيله موجود، هيدا احد الجي اذا قال راد مع الفنان التشكيلي برنار رينو. وجاي معه مجموعه من الفنانين المتميزين، رح يكون في عروض لرسم مباشر لمناظر طبيعيه. نحن عم يرسمها الفنان التشكيلي برنار رينو. نحن هي مش اول مره، يعني بيجي لعنا الفنان برنار رينو وبيشتغل هالشيء معنا، خصصنا كان ضيفنا كذا مره 100%. خصصنا حقيقه، خصصنا السنه على الاحد 17 كانون الاول بوجوده هو مع مجموعه فنانين تشكيليين مميزين، رح يرسموا مناظر طبيعيه من مختلف المناطق اللبنانيه.
اهم شيء لضيعة البترون، ما في مهرب. مختلف المناطق اللبنانيه، نحن للحقيقه يعني شددنا انه هالمره يكون في منازل من مختلف المناطق اللبنانيه. مثل ما ذكرنا حصه الاولاد لها الاهميه الكبرى بمعرض سحر الميلاد، وراح يكون في مسرحيات خاصه للاطفال راح تعرض خلال هيدا الشهر شهر الميلادي. مين راح يكون متواجد معكم على المسرح؟ قبل ما اقول لك عن المسرحيه، نحن مخصصين للاطفال اساسا، عيد بدون اطفال ما له طعمه، يعني ما له معنى. مخصصين للاطفال تقريبا 1200 متر مربع العاب جوجون فلاب، كمان مع فريق متخصص وبيعملهم فيس بينتينج وعاملين كذا كوان مود، يعني يقعدوا يتصوروا مثلا محل في الرينديرز، محل في بيرنويل على عربي على عربي باردون، السيت تبع بيرنويل قلت لك عنه. الاطفال لهم الحصه الكبيره بالمعرض تبعنا للحقيقه. هن فرحه العيد، هن فرحة العيد. صحيح. هن اللي بيعطوا الطعم المميز للعيد. المسيح قال دعوا الأطفال يأتون إليه. تتعرفي قد ايه الطفل عنده قيمة بحياة البشرية. وإن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. مزبوط. فخلينا نرجع كمان نحن صغار بيكون أحسن. ما هو إذا بدك نحن بهيدا المعرض، نحن ومدام شانتال باسيل هي رئيسة الجمعية، هي بتقلنا أنتوا فريق أحلامي، يعني نحن جربنا قد ما فينا نحقق أحلام الطفولة تبعنا ونعطيها لأولادنا. نعم. عرفتي أنه المونغولفير والمناج وكل هالتفاصيل. صحيح. الخميس 28 كانون الأول عنا عرض كازادو، بتجي فرقة كازادو بتعمل عرض للأطفال وبتوزع لهم هدايا. نحن بنوزع كل سنة هدايا لكل أطفال البترون. الهدايا مجانية ولا الأهالي بيجيبوها؟ كله نحن. نعم. مجانية، حتى كل الألعاب مجانية. نعم. الآيس سكيتينج، المونغولفير، الألعاب الجونفلاب، تزوق الامبيد، الأكل تبع اللايف ستيشن موني الموني اللي كله مجاني. يعني حرزني الطلعة على البترون. خليني شدد إنه الأكل بقلب الضيعة مش كله مجاني، بس يلي نحن بتعلق فينا نحن يعني. ايه بتحرز الطلعة، اكيد بتحرز الطلعة. خلينا نحكي عن لكن كذا دو، هي المسرحية اللي راح تكون خصصة للأطفال. نعم. شو عنوان المسرحية؟ للحقيقة ما عطيوني العنوان، يعني أنا ماني فايتة بهالقد التفاصيل. إذا بدك في حدا شخص تاني كان المفروض يكون معي اليوم، هو عنده هالتفاصيل أكثر. هي مسرحية لأول مرة رح تعرض ولا لأ؟ لا، هي مسرحية هن دجام حضرينا رح يعرضوها للأطفال ويوزعوا لهم كادويات. أكيد. وما رح تكتمل الفرحة مثل ما ذكرتي من شوي غير بتوزيع هدايا بير نويل، يعني بابا نويل رح يكون موجود حتى يكمل فرحة العيد. خلينا نحكي شوي عن هيدا المعرض سحر الميلاد اللي افتتح ب9 كانون الأول، رح يستمر لليلة عيد الميلاد ولا لتاني نهار أو ثالث نهار؟ ل28 كانون الأول. نعم. عندي ب26 كانون الأول حفل موسيقي ميلادي بتقدمه السوبرانو العالمية لارا جو خضار. نعم. كمان هيدي مش أول مرة بتجي الفنانة لارا جو خضار وبتعطينا هذا العرض. بدعي كل الناس عليه لأنه عرض مميز وهي حضورها بيسحر. بكفى أنه عم بتغني سوبرانو. بزيادة. خلينا نحكي عن المسرحية، الدخول مجاني على المسرحية للأطفال؟ كله مجاني عنا، يعني ما في أي تكلفة، كل شيء مجاني، يعني عيد ميلاد بحقه حقيقي 100%. نحن بنحرص أنه قد ما فينا نخلي الأمور تكون هينة على الناس، لأنه بنعرف أنه لبنان عم يمرق بأزمة، كلنا عنا أزماتنا، يعني إذا بديك الوضع المادي الاقتصادي الوضع الراهن. هذا اللي كنت عم قلت لك بالأول، من أهم أهدافنا كمان هي زرع الفرحة بقلوب الناس خصوصا بزمن العيد. نعم. مين اشتغل على معرض سحر الميلاد؟ بعرف أنه جمعية بترونيات كانت عم تشتغل بكافة أعضاء وجهود أعضاء، ولكن يمكن الأعضاء لحالهم على الأرض لما بده يصير الشغل فعلا هالقد بهيك أهمية وبهيك ضخامة بحاجة يمكن لمساعدة من بعض الفعاليات بالمجتمع. هل كان في مساعدة وفي دعم لكم من قبل الفعاليات الاجتماعية ولا أنتم قادرين تأسسوا لحالكم وتكفوا؟ لا، أكيد في دعم. نعم. أكيد نحن عم كوننا فريق، أنا وسينتيا خوري وعماد متى ومارك سيسين، نحن الفريق المنظم. تحية لمارك سيسين كان زميل لإلي. أكيد. ومع مدير بترونيات ساجي لحود. نعم. كله برعاية مدام شانتال عون باسيل، هي إذا بدك الأفكار هي بتقرر شو التيم شو الأفكار، ونحن الفريق بنركض على الشغل وعلى تنفيذ الأفكار. لا، اكيد في دعم، وعملنا يعني جهد انه نقدر قد ما فينا نكون مدعومين تنقدر نقدم كل شيء ببلاش للناس وتنقدر نعمل هالعرض يلي هالقد على مستوى ناسيونال على مستوى لبنان. نعم.
هيدا العرض يلي عم بتقدموه، هيدا المعرض والقريه الميلاديه اللي انتم افتتحتوها وعلى امل تزرعوا الفرحه بقلوب الاولاد والكبار كمان، ولكن الاولاد حصتهم دائما محفوظه بالعيد، يعني اذا ما شفنا الفرحه على وجوههم رح نحس الفرحه منقوصه، نحن الكبار رح ننبسط لانه هن فرح العيد بكل بساطه. شو بتحبي تقولي كلمه اخيره لكل الاشخاص اللي عم بتابعونا، اكيد غير انه يتوجهوا على معرض سحر الميلاد بالبترون؟ بدي اقول لهم انه العيد هو قيمه اساسيه نحن لازم نعيشها، وبدون الاولاد ما بيكتمل العيد، وبدون المشاركه ما بيكتمل العيد، مشان هيك لازم يروحوا على معارض مثل معرضنا سحر الميلاد تيتشاركوا مع كل الناس فرحة العيد وسحر العيد وقيمة العيد الحقيقية. مش بس هيك، من يطلعوا ويناموا فوق بالبترون يمضوا ويك أند حلو، هيك بيكونوا عم بشجعوا السياحة البترونية بنفس الوقت. إيه؟ والمطاعم اللي موجودة فوق هيك. أنا عارفة عليك أكثر. أكيد البترون ويقضوا ويك أند حلو. هلأ دقيتي على الوتر الحساس. نعم. أنا الفورماسيون تبعي مهندسة، يعني البترون من أحلى المناطق بالعالم، فيها سيت أركيولوجيك موقع أثري مش موجود بالعالم كله. هو الديك فينيسيان، السور الفينيقي. صحيح. وفيها كتير مميزات، بس انه هيدا النقطة مش موجودة بالعالم كله. البترون مدينة أهلها وشعبها بيحضنوك، كيف ما برمت بتلاقي فيها الفرحة. وما ننسى كمان السمك بالبترون، قدي السمك طازة بيكون وقدي طيب كمان. بتعرفي نحن بالمونة البترونية عنا شيء مميز، منكبس عشبة البحر. ومننصح الكل فيها لأنه على الصفرة كتير بتعطي نكهة طيبة. نعم. عشبة البحر لكن عشبة البحر أنا أول مرة بسمع فيها. إيه؟ طالع على البترون جيب عشبة البحر. لازم تروح على بترونيات تحديدا. أكيد طالع على بيت المونة. نعم. بدي أشكر وجودك معنا كوزات هاشم، عضو بجمعية بترونيات ومن منظمي معرض سحر الميلاد يلي عم بيصير بمركز بترونيات واللي رح يستمر لغاية 28 شهر، فكل مدعو حتى يشارككم فرحة العيد ويعيش معكم الأجواء الميلادية بزمن فعلا بيستحق أنه يمكن المجتمع اللبناني والأطفال اللبنانيين يعيشوا فرحة يمكن ولو منقوصة عند البعض، لأنه كتار يمكن الأشخاص هيدي الفرحة بعد منقوصة عندهم لأنه في أشخاص فقدينهم أو في أشخاص بعاد عنهم أو في أشخاص ببلاد المهجر، على أمل يرجعوا على هالوطن ونعيش كلنا تحت سقف لبنان بفرحة كتير كبيرة. شكرا لوجودك معنا ويا هلا فيك. وميرسي لألكم. أهلا وسهلا. عجبت علق بحفل إطلاق مسرحية ست أيار ومنرجع. حركة ست أيار هي نوع من الاستمرارية بالفكر يلي بلشت فيه الطائفة 19، إنما مش جزء تاني، ما فينا نقول عنه جزء تاني، هي نوع من الاستمرارية بالفكر الله طائفة يلي بلشنا فيه، يلي هو ممكن إنه يغير نظام لبنان ويطلع اللبنانيين من الطائفية ويفوتوا بنظام جديد. ست أيار مثل ما كنا عم نحرر لبنان من الطائفية، عم نحرر هلأ الإعلام اللبناني من القيد السياسي والطائفي والمادي. تذكري آخر عرض قدمت لك هالمرة ضربي بتنام؟ بعدك مصر؟ أكيد مصر، إنه إذا بتلفزيون لبنان وعم بتجيبي هاي ريتينج، طب كيف لتجي لعنا؟ هيدا البرنامج خلق بتلفزيون لبنان، حلو الوفا. عراحتك، برافو شباب، عراحتك، عراحتك، إذا غيرتي رأيك، يا أهلا وسهلا فيكي، نقي المحطة اللي بدك إياها. يا تلفزيون لبنان، ويا مشاهدي تلفزيون لبنان، جاء وقت التغيير، مش عم ندعي، حركة ست أيار هي حركة للتضامن والتعاطف والدعم للفكر السياسي والإعلامي لتلفزيون لبنان. المسرحية قائمة على دعم الفكر التلفزيون اللبناني اللي هو تلفزيون الدولة، الفكر الدولي، فكر اللا طائفي، فكر اللا تمويلي، فكر اللا مالي. مش كل واحد معه مليون دولار بيعمل تلفزيون وبيقدر يطلع نظام ويغير نظام،
هيدي هي فكرة ستي عيار. لا تواخدنا أخي الله يسامحك، أحكي هيك من الأول. شوف أستاذ، إذا هاد بخصات نترك الروح لعيونك. شرف أخي شرف، نزلوا صلاحتي نزلوا. تلفزيون لبنان تحية، ما في يقول غير هيك عن جد. تاني شيء، حركة ست أيار هي تكملة لمسرحية طيف 19 اللي أنا كمان شاركت فيها وكان عندي دور كاركتير فيها، والشغل مع الشباب مع أستاذ فريد وأستاذ ماهر ولا بتكي حسيت أنا عم مثل، مش أكتر عم بعكس أفكار أنا حبيتها وأنا عن جد بآمن فيها، عم بعكسها على خشبة مسرح، حدا عم بيكتب أفكار أنا مؤمن فيها وبحبها. مو عايزك من جلال شيء، إيديك لفوق ولا لفوق. لا شوفكم الخايفين، قربوا يا شباب. شو بقى؟ شو بقى؟ شو بقى؟ هذا بقى مشكل كتير بقى، هذا إذا بيموت كتير مشكل. تحقيق مستشفى برات كله. لا تشميم، شو بقى تشميم؟ شو بقى؟ هيك نتركم نروح معه تسلاح. إيه أحسن، بلا مشكل. حركة ستي أيار هي عمل للأخوين صباغ، هذا أول مرة بشترك معهم أنا بالعمل. أنا دوري بنغلاتشي، بقى عملت سريلانكي وهلأ بنغلاتشي. العمل اللي جاي ما بعرف شو بدي يكون، بس عم بستمتع باللعب، عم بستمتع بالشخصية، عم بستمتع بالجو تبع العمل. أنا بدي وجه رسالة لتلفزيون لبنان، رجعوا لنا تلفزيون لبنان لأنه نحن بحاجة لإله. التلفزيون لبنان هو الأم، هو البداية، ما مفروض يكون نهايته بهالوقت، مفروض ضل عنده تكملة لأنه في ناس كتير ناطرينه. نعم نعم كارينا، بهاللحظات طلعت النتائج، وأول رئيس جمهورية بلبنان منتخب من الشعب العميد المغوار جلال الشمالي فخامة الرئيس. مبروك كارينا، الفرحة هون لا توصف. انسجمت كتير بالشخصية بس قريتها على الورق وحسيت هيدي تجربة عبالي خوضها. أنا عم بلعب دور إعلامية بهالمسرحية يلي هو قريب من بيارات الممثلة ومقدمة البرامج، بقى هيدا دور منه غريب عني، بس بقولهم إنه الأحداث يعني بمجرد ما رح تجوا وتتابعوا المسرحية رح بتشوفوا قديش أحداث المسرحية قريبة من واقعنا هلأ، الأشياء اللي عم بيعيشها لبنان والأحداث اللي عم بتصير ودور وسائل الإعلام بتغطية الأحداث اللي عم بتصير، ويمكن أيام نقل معلومات صح أيام معلومات غلط بيتم تداولها للأسف، كمان ممكن تسبب مشاكل. بوعدكم إنه رح بتشوفوا ممثلين بتحبون على خشبة المسرح، رح بتسمعوا أغاني، رح بتشوفوا لوحات راقصة، رح بتسافروا معنا عالم كتير حلو. بقى حرام هيك عمل ما تجوا وتشجعونا وتعطونا طاقة كمان نحنا نعطيكم عمل كتير مميز بالمقابل. عم فتش بحالي عليك مش عم لاقي فيك، هالضوء كان بعينيك يا شهيد القضية، أنا ضايع من دونك صرت يتيم بقلبي خسرت، حبك يلي زرعته فيه اشتقت لك اشتقت لك يا بي. لسوء الحظ تاريخ ست أيار نسيته الناس شو بيعني، صاروا يعطوا عدة تفسيرات، هو فعليا ست أيار هو عيد الشهداء، وهالشهداء إذا بتراجع بالتاريخ هن شهداء الصحافة والإعلام، يعني معناته مباشرة لازم نروح بفكرنا أنه هالمسرحية هي عن الإعلام، مثل ما كان مسرحنا السابق من تشي جيفارا لمن أيام صلاح الدين لطيفة 19 عم يعالج مشاكل من طلقة من وطننا ومن هم كل واحد منا. الإعلام هو أخطر سلاح نوجد بالعالم، لأنه اليوم الإعلام بيصنع الرأي العام، والرأي العام بيصنع الطبقة السياسية، والطبقة السياسية بتبني الدولة، يعني معناته الإعلام هو بيبني وطن وهو بيهدم وطن. أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه. نحن متهمين برأس حربة بفكرة التحرر مش الحرية، في فرق. نحن كنا واحد، كل واحد بعيش حريته الخاصة مثل ما هو بده، بس نحن شو اللي جمعني بالأخوين فريد وماهر؟ مبدأ التحرر، التحرر من كل القيود يلي ربينا حالنا انه ياريت منلاقيها، ياريت منشوفها ببلدنا، ياريت منشوفها بنظامنا. فعم شوف فشة خلقي من خلال هالأعمال يلي عم برتبط فيها، يلي هي بتعبر عن
عن رأيي إن كان الوطني أو السياسي أو الفني، وعم فش خلق موسيقياً كوني بغني بالمسرح وتمثيلياً كل مرة في بعد جديد الشباب عم يكتبوه، وعلى أمل تتكرر لأنه فعلاً فشت خلق الشغل معهم. أنا طموحي أخلق وطن حقيقي، بس كل واحد بشد فيه لميزته. أخ لو عندي صلاحيات أكتر. بدك تطول بالك، سياسي بده هدوء، مش كوني فكانت. كل واحد بده مصالحه رح يختلق. روح هلا بدي على ضغطك مثل هاتك نهار. أول شيء شكرا كبير من أخذ دور إعلامي المسرحية إعلامية بتلفزيون لبنان، دايما بالناطر لطول الحياة. بتشارك دايما تلفزيون لبنان دوره بهالمسرحية هو التلفزيون يلي تسكر بحرب من كل الوسائل الإعلامية الخاصة بعد 15-20 سنة، مش عم نحكي هلأ، ولكن لرمزيته قررنا نحن ناخد تلفزيون لبنان كرمزية بالتلفزيونات غير وسائل التواصل غير إشياء، أنه يكون عن طريقه يرجع يخلق الإعلام النظيف. شو هو الدور اللي عم تطلع له لتلفزيون لبنان؟ وشو هو الرسالة اللي بدك توصلها من خلال مسرحية عن تلفزيون لبنان؟ سوري بدي أقول ملاحظة بس، نحن بننظر لتلفزيون لبنان إن كان بحياتنا الشخصية أو بالمسرحية مثل ما بننظر لبدلة الجيش، فبتخيل هذا جواب على سؤال. صار الوقت تنروح نحكي موضة نحن وياكم هلا أكثر مع سارة كيروز، تحت نشوف شو مخبيت لنا ومحضرت لنا من أفكار جديدة خاصة أنه نحن هلا بزمن الأعياد. صباح الخير. هاي بيا، كيفك؟ صباح، أنت كيف؟ جود. اليوم رح نكون عم نحكي عن كثير قصص. رح نحكي أول شيء كيف نكون عم نلبس للعيد تبع أكيد الميلاد، كيف نلبس ميكس أند ماتش بين الشوز والدريسز تتعرفوا الألوان كيف تكونوا عم تنسقوها. حكينا عن ترندز الفساتين، بس حلو نعرف كمان كيف ننسقها مع الشوز. رح نكون عم نشوف كمان ثلاثة لوكس للشباب كمان كأيدياز مهضومين لا كمان هيدي السيزون، ومن بعدها رح نشوف لأن في كثير أشخاص عم تتجوز كمان هلا بين ديسمبر وجانفي، كمان نشوف شو في ترندز لفساتين الأعراس كمان لهالسيزون. الله يساعدهم بالسقعة. إيه في ناس هيك، شو بدنا نعمل؟ اوكي سو راح نكون عم نبلش اول شيء ميكس اند ماتش دريسز بوتس لتعرفوا كيف تنسقوا الوان لهيدا السيزون حسب اكيد الموضه انترناشونالي. هذا الفستان اول شيء عم تشوف انه الجولد دريس اللون الذهبي، اذا بكون عم تلبسوا فستان ذهبي للاعياد حلو تلبسوا مع اسود، وفي كمان يكون في عليه اكسسوارز جولد على الشوز، منه اكيد ماست بس اتس بلس، يعني منه شيء مجبورين فيه بس اكيد بيزيد جمال لللوك تبعنا. نحن هون عم نحكي عن كريسماس اكثر، يعني نيو يير ما فينا نلبس هيك شيء كجوال اكثر. ليكي هلا نحن اللي عم نحكي مينلي كريسماس، بس أوكي. في كثير ناس بيحبوا كمان الترانز كريسماس، في ناس كمان ما بتعيد لكريسماس وبتاخذ هيك افكار لنيو يير. اكيد نيو يير بيفرق كمان وين كل شخص عم بيعيد نيو يير، سو في مرات بتحسي اتس مور ذان انف هيك شيء، مرات بتحسي لا لازم البس ارتب من هيك حسب سهرانين بالبيت او برا، وحتى اذا مطعم غير ما يكون سهره وغير ما يكون شاليه، دونك بتفرق كثير. فنحن اكيد نحن عم نعطي ترانز لكل سيزن الفستيف، يعني بيكون عنا شيء فيه حفلات، وبعدين اكيد قبل نيو يير بنرجع نحكي شيء ظبط لنيو يير تكون في قصص اكثر بتصير. اوكي رح نشوف كمان دريس بلاك تتشوفوا كمان اذا حدا لابس اسود على الاعياد مع وايت دوتس مثلا، في تكون في يكونوا لابسين وايت بوتس الابيض كبوتس كمان هيدا حل اللي لابس اسود تما يلبس توتال لوك بلاك. اكيد بترجع القصه على واحد كمان يكون عنده بوتس او يتفيدوا كل الشتوية مش انه يجيبها بس لاحتفال واحد. صحيح. بس كمان الابيض منه صعب، يعني اذا اشتريتوها لنوال فيكم كل الشتوية تكونوا عم تلبسوها لانه هين اللون. هين اللون بنفس الوقت في كتير بيخافوا من الابيض لانه دغري ببين عليه انه انجرح او اذا اتوسخ، بس ليكي بطل في هيدا، يعني في ناس صاروا يشتروا مثلا البوتس او الكونفرس او ما بعرف شو بيكونوا اوريدي بيعطوا فينتج او اوريدي كانه ملبوسين كذا لبس، بطل في كثير هالبانيك انه اذا انتزع او لا، صار ترند انه يكون مخزوق ومنزوع واسود عن جد. اذا مش مخزوق بيخزقوه 100%. سو هيدي بطلت كثير مشكله، سو ما يخافوا من الابيض من ورا هالموضوع. اوكي رح نشوف كمان اذا فستان بلو مع برنس كمان اذا حبيتوا تختاروا تلبسوا هيك ستيل نقشه وهيك ستيل لون، الاسود هو الحل لانه لون اوريدي جريء بالشتوية 100%، بس هذا لون هذا الدريس شتوي لانه كول اوك طويل يعني معمول اصلا للشتوية، بس مثل ما كنا عم نحكي بالفاشن ترندز انه عم نشوف كثير منيح انه كل الديزاينرز ما بقى عندهم هيدي العقدة الالوان، صاروا بالشتوية بحطوا لنا الوان فرحة وبالصيفية بحطوا الوان غامقة، ما بقى في هذا الموضوع، دونك هذا لون كمان بتواجد هلا. هو يمكن لو عجيتان بيطلع احلى،
ليكي عن جيتان رح تشوفي كمان في البلو الغامق وفي بلو جيتان وفي كل شيء، بس البلو اللي هيك اللي بيضوي كمان ترند حسب لون الشعر والبو تبع الشخص. أوكي. يعني في اشخاص ما بيلبق له البلو الاغمق، بيلبق له هيدا اللون. ذاتس واي نحن بنقول انه هو ده ترند، بس كل واحد بيشوف اكيد شو بيلبق له. يعني مش بمكان رح يلبق له هيدا اللون. صحيح. اوكي خلينا نكون عم نشوف الفلفت دريس الجرين، دونك الاخضر كمان تتعرفوا انه كثير ترند الاخضر الغامق 100%. اخضر غامق كثير حلو، ومعه الفيغ امرود اكثر شيء حلو ينلبس الميتاليك سيلفر. دونك لون البوتس يكونوا شوي على ميتاليك سيلفر كمان اتس فيري نايس فيري ترندي، وهو على اكيد الميتاليك بتلبسون كل شتويه لان كثير هين تلبقون على ثيابكم. جماعه بنحتاج ما نلبس نحن مع الزيتي، فهيك هلا ساعتينا شوي. ايه لانه زيتي صعب يعني. نعم. الفيغ امرود على زيتي الغامق منه هين، دائما بنروح دغري على الاسود. ايه بس هو الاسود بيغمقوا بعد اكثر، يعني هو اوريدي غامق الفستان، تروحي على اسود ما كثير عملتي بالانس، بالعكس يعني زدتي هيدا غمقتي وما خليتي الفستان يبين على قيمته والبوتس على قيمته، صار كله مثل بعضه، ما حطيتي الفستان اون فالور 100%. دونك مع السيلفر احسن بكثير. اوكي رح نشوف كمان الفستان البايتي وتيكون كولرفل، لان كثير ناس بحبوا البايات الكولرفل على الاعياد. اللي بحب يلبس هيك البرونز بوتس واتين، انا بقترح الواتي لانه اوريدي البايات كثير اوفر وعاده ما بدها هالقد، يعني الفستان اوفر فستان. ايه فستان اوفر، بس لانه في ناس بحبوا هيدا الستايل يعني كثير كولرفل وهلا كثير ترندي البايات. دونك اذا راحوا صوب هيك شيء مهم يلبسوا مع كعب واطي تما يبينوا كمان انه رقاصه، تما يصير يعني تما يصير تو ماتش اوفر يعني 100%. ذاتس واي انا اقترحت الواطي بس على لون برونز الميتاليك كمان اقتراح حلو تيضلوا بجو الميتاليكس. اوكي ساره اذا لبسنا الشوز كانت السكربينه لونها سيلفر بعدها موضه؟ ايه نحن فرجيناها ما ضروري بوتس يعني قصدي كشوز مش كبوتس. ايه بعدها موضه ما في مشكل. أوكي. ابدا بالعكس بعد البايات يلي بايات سيلفر وجولد موضه بالشوز، واللي ميتاليك سيلفر وجولد يعني بلا بايات بس يكون فيه الميتاليك كمان موضه. كمان موضه هودي اكيد فيكم تستعملوا، اللي اشترى هذيك السنه بعد بيستفيد منها، في يستفيد منها لهلا. اوكي عظيم ريحتينا 100%. رح نشوف الجراي دريس، اذا حدا عنده دريس من لون الرمادي دجا وتكون على هيك لون بدنا بالعكس نزيد له لانه لون باهت شوي رح نقول، بدنا بالشوز نحط لون قوي. ذاتس واي فينا نروح صوب البرغندي او بوردو او احمر، دونك نروح على الوان شوي قويه وبنفس الوقت تكون تلبق على الفستان تما تصير كثير غريبه كمان. لما يكون الفستان طويل فينا نلبس معه البوتس بهذه الطريقه؟ فينا نكون عم نلبس هلا اكيد البوتس علوها ما راح يبين كله اذا فستان على الارض. بس من قدام ببين انها بوتس، بنعرف انه منه كعب عادي. نعم. وبالشتويه ملائم اكثر من الكعب اللي بيجي الشوز الهيلز العادي، لانه هلا كمان اذا بتشتي وكل هذا الموضوع بتحسي حالك كمان شوي غلط ومش مرتاحه. ذاتس واي انا عم بقترح البوتس لانه ايفنشلي التقس شوي شوي عم بيصير شتوي اكثر، دونك بتر تكون بوتس حتى لو مطافه شكلا ملائم اكثر لها مريح اكثر يعني ومريح صراحه أكيد. يعني اكيد مريح اكثر اريح بكثير يعني. انا كنت البسهم العالم تنقز لما يشوفوك لابسه هيك، ولكن هي موضه بالعكس هي موضه ومريحه اكيد. رح نكون عم نشوف اذا حدا لبس لايت بلو دريس لون الفاتح البلو على شوي افتح كمان على فلفت، لانه هيدي القماشه موضه هيدي الشتويه المخمل كثير موضه، فيكم تكونوا عم تلبسوا بفستان بهالطريقه مع بوتس واتين سود وفي يكون في عليها موتيف هون في ستيل موتيف تشاينيز شوي ستيل الازياتي كثير موضه هلا الدراجونز وكل هالقصص، دونك فيكم وتكون فستان ساده ما في شيء عليه فيكم بالشوز تكونوا جريئين اكثر ويكون فيه نقشه تما يكون بايخ اللوك. بعدين الفلفت هو موضه وبنفس الوقت البليسي عم يعني بيكون بيسي وبنفس الوقت على فلور او على مخمل، فقديه ده ممكن ينصح الفستان؟ ليكي معك حق، هو المخمل لحاله بينصح. صحيح. بالاجمال دونك فستان مخمل بده واحد اكيد يتاكد انه بيلبق له. هلا البليسي هو موضه مش بس بالمخمل، مخمل بالموضه موضه بالمخمل موضه كمان بالميتاليك سكيرتس عم بيكونوا بليسي، دونك هيدي موضه موجوده، بس البليسي بالاجمال بينصح، يعني عندك فلفت بينصح لحاله بليسي بينصح لحاله، سو حدا يلبس فستان بليسي فلفت بده يكون عن جد بده يكون كثير ايه مش بده يكون موديل، بس انه بده يكون يعني اذا حدا كثير بير شيب يعني كثير مثلا فخده واجراء مثلا ناصحين رح ينصحوا بعد اكثر، سو منه ملائم. حتى الابل شيب يلي بيكونوا من فوق انصحوا من تحت رفيع، اذا الفستان على قد الجسم من فوق كمان معقول يزعج الفلفت لحاله يعني. دونك برجع بقول انا دائما انه في ترندز اكيد وبتشوفوا شو حلو بالموضه بس بتقيسوا بتشوفوا اذا بيلبق لكم، مش انه يلا هي موضه بلبسها حتى لو مش لبقت لي. هيك الاشخاص اللي ضعف كثير صار عندهم حل
إيه أنه يلبسوا وياخدوا شيء بحلبة. أكيد، لأنه عن جد إحنا مرات كنا نقول بالشيب كونسلتنسي كنا نقول كمان أنه في كذا بودي تايب، واللي بتكون كتير رفيعة بيفكروا العالم إيه بتلبس شو ما بدها، لا مرات بتحس حالها كمان كل شيء كبير عليها وكل شيء بيجي بلا شيب. So it's true إنه هيدي طريقة تعطيها شيب تتبطل بلات كتير. أوكي، رح نكون عم نشوف الشباب. شباب رح نعطيك كولور وايز شو فيهم يلبسوا كمان بهيدي السيزن. أول شيء نشوف إنه الباج توتال لوك باج، اللي بيحب يلبس سوت، اللي بيحب يلبس بس بنطلون من لون واحد وجاكيت غير لون، بس هتعرفوا دجا إنه الباج والأبيض كتير ألوان حلوة لهالسيزن. هلا أكيد الميكس أند ماتش بيفرق على أساس أكيد الشاب شو اللي عنده، يا إذا سهرة عشاء هو بيشوف قديه ملائم يلبس توتال لوك هيك، أو فيه يلبس البلايزر تكون باج مع جينز إذا حدا بيقدر يعمل ميكس أند ماتش كول. بس دجا تعرفوا إنه الباج هي ترند، هذا لون الكلاسيكي إجمالا للشباب، يعني لا بينقز ولا بيخوف، فيه يلبسه دايما. صح 100%. رح نشوف من بعدها كمان لون تاني حلو للشباب اللي هو البلو مع الأسود. دونك إذا لقيته سوت أسود وبلو مع بعض ما تتخافوا، بلو او كحله، بلو غامق، انا قصدك كحله بسوي، لانه في دوز البلو ما يكون كمان كثير غامق. أوكي. اذا صار نفس اللون بطل يبين انه في لونين. سو ينتبهوا انه يبين ازرق غامق مع اسود، هول لونين ما ينقذوكم سوا، لانه ممكن ينقذوا العالم. صح، هلا هي ترند، كانوا يفكروك مغلطة مثلا بالبدلة او بالجاكيت، لبس بدلة بنطلون ثاني 100%. هلا انا جاكيت بنطلون ثاني 100%. انا ما بحب اذا يكون اللون البنطلون شيء والجاكيت شيء ثاني، انا بحب اذا تكون الجاكيت مثلا كحلية عليها نقشة سوداء مثل ما فرجيت، او يكون في ديتيلينج، يعني مثلا كسسوا مثلا البوطه يكون اسود والشوز سود والبدلة تكون كحلية، اذا مثلا الجاكيت تورفها اذا بدك يكونوا اسود، ايه يعني ديتايات اللي بالبدلة يكونوا سود، مش انه كاتشي بنطلون شي، راح يطلع غريب. أوكي. او في ناس مثلا فيهم يعملوا الشميز تكون كحليه والبدله سوداء، يعني مع شقفتين ما عندي مشكله تكون شميز وبدله. على كل حال اخر موضه كانت بالبدلات خاصه لموسم 2016 و17 كانت عم بتكون الجاكيت كحليه ويجي الروفير تبعولها لونه اسود 100%. سو هذا قصدي انا انه في يكون ديتايات بقلب الجاكيت يكونوا سود، بما نعمل جاكيت شي بنطلون شي اسود وكحله بعده بلبنان ما دغري راح يتقبلوه، بس دجا يعرفوا انه راح يلاقوا كثير هلا هالسيزون البدلات الكحليه وعليها ديتايات سود، ما تخافوا بالعكس حلوين كثير. وراح نشوف ثالث لوك للشباب اللي هو اسود مع ريد ديتيلينج، كسسوا ريفير او كسسوا كمان في حدا يعمل بوتاي شميز، انتم بتشوفوا ميكس اند ماتش. انا هون عم بعطيك كولر باليت انه اسود احمر ابيض بيزبط، اكيد ما يكون في كثير احمر لانه كريسماس، افضل ما يكون كمان في كثير احمر بين بير نويل. سو افضل انه يكون ديتايات مهضومين تضل مرتب الشخص. ودائما الشباب لما تقول لهم بدكم تلبسوا احمر بينقذوا هيك بياخذوا ما بعرف ليش، مع انه حلو كثير اللون ليكي، بس انه كمان ما كثير بتزبط مثلا بدلة حمراء بينا اكيد مش حلوة بدلة حمراء، ذاتس واي ديتاي. هلا تاتش صغيرة، تاتش صغيرة 100%. بدي اقول شيء على ست البدلة الملونة، انه البدلة الفلفت الزيتي بعدها على الموضة الامرود، والبدلة يلي على لون بغضو كمان فيكم تلبسوها، البوردو الغامق منه شيء بينقز، بيفرق اكيد كل شاب اذا بحس حاله بيقدر على هالستيل وما يحس اتس تو ماتش. بس تعرفوا كالوان بلبنان اصلا صعبه كثير نلاقي بدلات ملونه، ما كثير بنعمل باينج للالوان القويه، بس اذا لقيتوا الاخضر الغامق الامغود موضه، واذا لقيتوا البوردو كمان موضه، هودي بلس عن يلي دجا حكينا عنه. لكن اعطينا هلا ثلاث لوكات للشباب 100%. شو ممكن يلبسوا 100%. هلا رح نروح، رح نروح هلا على الاعراس، عند الاعراس رح نروح على الاعراس، لانه عن جد في ناس بين العيدين بيحبوا يتجوزوا، وحلو نشوف كمان ترند الفساتين الاعراس لهيدي السنه. هلا على كل حال اخر موضه كانت الفساتين الاعراس تكون يكون الفستان كم طويل وكثير عم بيكون كلاسي حلو بالليس. واو. صح، بس قد ايه مقبول انه تلبس فوق الفستان فورير مثلا؟ الليكي بتنعمل بالعكس وبهالتقس يعني كثير ملائم، يعني ما بتحسيها غلط، يعني هلا لازم تلبس هيك بس مش اوفر العروس. الليكي هي ما رح تلبسها كل الوقت، هي اخر شيء اذا حاطها فير رح تكون تتفوت على الكنيسه، ومن بعدها جوا رح تكون شيلتها، وبالسهره رح تكون شيلتها، يعني جوا كمان مش حلو تقول حطيتها لان تطلع غلط، بس لهول الباساجات اللي عم تعملهم برا انه ملائم اكثر ما تلبس جاكيت ثانيه، وملائم اكثر ما تلبس شيء وتترقص لانه من ايه رح تروح مش ضروري تتجوز دغري. بتحس انه دائما في ضخامه من فوق وفي ضخامه بالفستان من تحت، يعني بتحسها تو ماتش، بتحسيها صارت بلوك واحد. هيدا بدي اقول لك انه الفساتين رح نشوفهم هلا هن اللي على الموضه لهيدي الشتويه هن ليس تريسز، ما عندهم فوليوم. رح تشوفيهم انه بالعكس السيلويت تبع العروسه تبين مثل ما هي. رح نشوف اول ستيل ترند يلي هي ليس دراسة ما قلنا دونتيل على نص كم، بيجي مع الكل، بيجي شوي ناعم هيك ستيل دراسز مع فيست فوقها، بتحس انه
كتير هين ينلبس وبنفس الوقت ما في فوليوم مثل ما انت كنت خايفة منه لأنه من تحت بالعكس عم بيجي ستريت. الصورة اللي بعدها رح نشوف كمان اللي ستريس بس كم طويل وقصير. في ناس كتير حتى لو عم تتجوز بشتوية بيحبوا يتجوزوا بفستان قصير حتى لو بلبنان لأنه سبيشلي اللي عم بيعمل بين الأيدين أعراس في منهم بيعملوا دي بيتي مغياج ما بيعملوا كتير ضجة لأنه بين الأيدين. سو فيها تكون كم طويل مع الفستان القصير بتحط له كولان بوتس حلوين وجاكيت حلوة. حس بعد إذا بده يتزوج مدني هيك أفضل يمكن الفستان يكون قصير مريح أكثر. إيه أكيد أكيد بس هون ما بعرف بلبنان قديه عندهم أوبشن يعملوا أي شيء ما عندهم إياه بس إنه نحن عم نعطي ترندز وأكيد كل حدا بيشوف بشو بيحس حاله أكثر معقول يلبس. بس حتى في لبنانيه بيتجوزوا هون وما عندهم مشكله بالقصير منا بعد يعني هي منه شيء كتير ترند بس منا عقده كمان بس ما بتقعد تميز العروس من المعازيم ليكي بس بطلت تميزي من العروس معازيم معناتها ما بيلبسوا ابيض بالعرس بتعرفي انا كنت اقول انه انا بعرس ما عندي مشكله يلبسوا ابيض كل العالم بالعكس بس انه يوجلي بلبنان ما كتير بتحب العروس لانس لابسين ابيض سو ليكي ايذر واي العروس حتى لو لبسها قصير رح تضلها هي جلوينج وراح يكون من عيونها من كيف هي رح تبين انه مضويه ما انا عايزه الفستان الطويل والترند تبين عروس رح نشوف من بعدها الليس ميدي دراس تشوفوا كمان انه هذا الطول موضه الميدي اللي هو بيجي تقريبا بتحسي تخواكار تحت الركبه اكيد بس ما بيكون كتير كثير طويل على الارض هذا عرس ساره هودي كلهم كويدنج دريسز عم ينزلوا ما هم بالسوق كدريسز عادي يعني بتلاقيهم بمحلات اللي بيبيعوا للويدنجز دونك هلا برجع بقول لك كل واحد هو وذوقه بنتيجه 100% هون فايته مع الاسود فايته الريبنز تيكون في ابيض وشويه اسود في ناس عم يتجوزوا بالاسود حتى يعني عم بقلك هون لبنان عملوا شوك بوقتها عملوا شوك صح بس هالقد ديزاينرز مقتنعين كانوا يعملوا فستان تبعهم بلاك للسيزون سو مانو شيء هالقد بينقص هون في لايت بينك يعني حتى الروز الفاتح كثير عم بيعملوا وتكونوا اعراس برجع بقول ريسبسيون صغيره او عرس صغير مش هالخبريه اللي كثير اوفر وهون عم نشوف كمان النص كم اللونج دريس تتعرفوا كمان انه النص كم مانا مشكله وتكون في جاكيت فوقه لانه وين ما كان العرس جوا مدفى دونك سافا مهم يكون في فيست حلوه وبيمشي الحال على كل حال العروس حر تلبس مثل ما هي بدها وتختار الفستان يلي بناسبها واللي بترتاح فيه وعقبالك ساره ميرسي فيها ثانك يو شكرا لك ساره على الفقره يلي فتينا اليوم فيها هيك بكل التفاصيل حكينا عن الشباب شو ممكن يلبسوا عن العرسين شو ممكن كمان يختاروا وكيف ممكن نلبس البوتس مع الدراسات شكرا لك ساره شكر كثير كبير لكم مشاهدينا لمتابعتكم لنا باحلى صباح اكيد موعد جديد بنعطيكم اياه بكره كونوا على الموعد الى اللقاء